طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الليلة يا جماعة خلونا بس شوية كده نعمل لكم فلاش باك. نحن قبل أكثر من 20 سنة يعني كان التواصل بيناتنا صعب جدا جدا، يعني كان الاتصالات اللي هي الاتصالات الكلاسيك اللي هو التلفون الأرضي، وبالذات نحن الناس اللي يعني مشينا قرينا برا وتغربنا برا وكده، يعني واحدة من المشاكل بتاعتنا اللي هي كانت انك كيف تتواصل مع اهلك يعني. فالحاجة دي كانت يعني مضنية جدا جدا ومتعبة، وغالبا بنستعمل الرسائل الجوابات وكده، يجيك واحد تديه جوابات وتديه صور وحاجات زي دي يعني. بعد شوية اتطورت الدنيا واتطورت التكنولوجيا ودخلنا عصر الموبايل. يعني عصر الموبايل ده كان طفرة ما عادية، يعني انت بتكون شايل لك طوبة كده في جيبك، لكن برضو انت مستمتع بيها، وكانت يعني حاجة من البرجوازية. يعني انت لما يكون عندك التلفون الموبايل وكده، فكان يعني انت معناه زول مقتدر وزول كده. بعد شوية الدنيا اتطورت ودخل الإنترنت. فالإنترنت كان يعني حتى قبل الإنترنت كان الفاكس، يعني أنت تحط الورق بتاعك بهنا ويمشي ل يمشي أمريكا، يمشي السعودية، يمشي أي بلد، وأنت تشيل الورق بتاعك الأصلي في يدك يعني، وبهناك تضرب للشخص بهناك يقول لك والله الورق بتاعي وصل. فكان الحاجات دي كلها كانت بالنسبة لزول ما يعني كان بالضرب من ضروب الجنون يعني، أو تعتبر انه الحاجه دي ما لا لا ما منطقيه يعني. لو مشيت حكيت الكلام ده زمان لواحد في الريف او ما شايف التكنولوجيا دي، حيطلعك انت مجنون يعني. وحصلت كثيره مع العلماء والناس اللي يعني اللي تقدموا في الحاجه دي. طيب، المداخله دي يا جماعه الليله ان شاء الله انا بديت بيها، لانه الليله شخصيتنا اللي حنستضيفها يعني شخصيه ما عاديه. وانا بكرر الكلام ده يا جماعه، اي شخصيه سودانيه نحن بنجيبها هنا في البرنامج بتاعنا ده شخصيه ما عاديه، لانه البرنامج بتاعنا ذاته ما عادي، والناس الشغالين فيه ما عاديين، ومن هنا بنشكرهم كلهم، التيم اللي بيجهز البرنامج ده. والله الناس دي يعني بيتعبوا تعب ما عادي، وتنقيح في الشخصيات وتواصل، والشخصيات ذات اللي بيجينا فنحن يعني بنعتذر بهم جدا لعده اسباب. ولا حاجه دولة زول يديك من زمن ده يا جماعه، دي حاجه ما سهله يعني. يديك قروش دي ممكن تكون عاديه، لكن يديك من زمن وساعتين وزول يكون هو ما شاء الله بالشهره دي وبالعلم ده، والله دي حاجه ما عاديه يعني. فربنا يكتبها لهم في ميزان حسناتهم. الليله يا جماعه ان شاء الله حنستضيف شخصيه جميله جدا جدا، واكيد حتستمتعوا الليله مع الباشمهندس طارق حسن خليل. اديكم عنه نبذه بسيطه. طارق طبعا ماجستير في الهندسه الكهربائيه جامعه برلين في المانيا، ومستشار هندسه النظم وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ودي حاجه مهمه جدا جدا الليله يا جماعه. فانا بتمنى انه الناس كلهم يتابعونا ويحاولوا يعملوا شير للحلقه، لانها حتكون محاضره دسمه بالذات في الحته بتاعت التحول الرقمي. طارق برضو رئيس ومؤسس المنتدى السوداني للخدمات الالكترونيه، مستشار أول في شركة سيمنز الألمانية لأكثر من 10 سنة، مدير البرامج والمشروعات الرقمية لشركة أريكسون سودان، المدير العام والمؤسس لشركة بيربتك للاستشارات والتنمية. أنا رحب بك باشمهندس طارق، وتفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنا أقول لكم كل عام وأنتم بخير، العيد وربنا يتقبل إن شاء الله الطاعات في رمضان. ويعني نشكر الإخوة للمجهود ونشكرهم للدعوة، وسعيد جدا يعني بوجودي في هذه السلسلة مع القامات اللي كانوا في الحلقات السابقة، ونتمنى إنه الواحد يقدر يفيد ويستفيد من الحلقة الحقيقة. وطبعا يعني ما بنتكلم عن النجاح بذاك المستوى زي القامات اللي تكلموا فيه قبل كده، لكن انا تحمست للحلقه الحقيقه، لانه انا ان كونتاكت مع الشباب، وبحب دائما انه تشير النولج وتشير التجارب معاهم علهم يعني يستفيدوا، اكيد ان شاء الله بيستفيدوا، وتكون منصه يعني اثراء للمنصه، اثراء للنقاش نفسه. وبعدين حكون يعني سعيد جدا باي مداخلات، باي اسئله.
من جانب الواحد يقدر يفتح بها باب للنقاش، لأنه حتى قبل الحلقة ما تبتدي كان في نقاش لطيف كده يعني بدأ. فدي كلها أفكار أكيد يعني يكون الشباب متعطشين أو دارين يعرفوا لقدام اللي بيحصل شنو، أو كيف يخططوا مستقبلهم وكيف يفكروا فيه وكيف يقدروا يواجهوا المشاكل والتحديات الموجودة. يديك العافية طارق، ونشكرك مرة تانية إنك أنت اديتنا من زمنك الغالي وضيف عزيز علينا في البرنامج، وبشكرك نيابة عن مبادرة الباحثين السودانيين بهذه الطلة الجميلة. نتعرف عليك طارق، النشأة الميلاد والدراسة الابتدائية. والحقيقة الميلاد إحنا أنا من الخرطوم يعني اتولدت في الخرطوم، وفي النشأة في البداية المفروض أنشأ في الخرطوم، لكن إحنا أصلا يعني من الشمالية من أقصى شمال السودان يعني. الواحد طبعا السودان كله حاجة واحدة في النهاية، ما في فرق بين شمال ولا وسط ولا غرب ولا شرق، لكن يعني أصلا من وادي حلفة، لكن نشأت في الخرطوم. وبحكم الوظيفة بتاعت الوالد رحمه الله كان يعني في القضائية، واتنقلته في عدة مدارس يعني الست سنين بتاعت الابتدائي دي يمكن قضيتها في ستة مدارس في مدن مختلفة، فممكن تعتبر النشأة بتاعتي في السودان يعني، من الابتدائية في شندي، أول ابتدائي في شندي، بعد كده الفاشر، وحتى من داخل الفاشر كنا بنسافر مرات، نمشي من الليط، نمشي نيالة، المناطق المحيطة، عارفين من احنا صغار يعني نشأنا على الطبيعة بتاعت السودان والطبيعة بتاعت الأقاليم بتاعت السودان، من ناحية بتاعت السفر، من ناحية بتاعت الرائحة بتاعت الطين والدعاش وشكل الناس وهيئاتهم وسماتهم، دي كلها كانت بالنسبة لنا الواحد مما فتح الشيء الفتح عليه في الدنيا. من الفاشر مشينا انتقلنا للدامر، من الدامر ثاني رجعنا الخرطوم. يعني امتحنت الشهادة الابتدائية جاءت الأقدار كده من مدرسة امتداد ناصر الابتدائية، فدي كلها كانت لفة طويلة جدا في أقاليم السودان. وطبعا بالنسبة للزول مثلا هي كانت فيها ميزة طبعا الواحد يتعرف على السودان زي ما قلت لك، ونشأ وفتح على الأقاليم بتاعته، لكن طبعا بالنسبة للزول في سن زي ده صعب انك تنتقل كل سنة ولا كل سنتين تكون في مدرسة جديدة وتعمل صداقات جديدة وتبتدي تتعود على النظام وغيره وغيره، تاني فجأة تلقى نفسك مشيت تاني بديت من الأول، فكانت فيها تحدي، نوع من التحدي. بعد امتحان الشهادة شهادة الأقدار إنه الوالد رحمه الله انتدب لدولة الكويت، فبعد كده بعد الامتحان طوالي مشيت وحصلت الدراسة هناك لغاية امتحان الشهادة الثانوية، يعني ممكن تقول شهادة عربية. فبعد امتحان الشهادة الثانوية يعني الحمد لله توفقت، وكان درجة ممتازة جدا جدا في امتحان الشهادة. في قضية هنا كان زمان بالنسبة لنا هاجس كبير جدا جدا، وهي المعاملة مع الشهادات العربية. يمكن الناس اللي في جيلنا كلهم كانوا عارفين القصة دي، ودائما كل سنة كان في ديسكشن لغاية ما يمكن تحلت في خلال السنوات البعدة يعني، لكن احنا من الناس اللي عانينا من القضية دي. فبما انه الأسرة ما كانت اصلا موجودة في السودان، وانا كنت قدمت في جامعة الخرطوم ورغبتي كانت هندسة، والجامعات الزمن ذاك طبعا محدوده يعني ما كان في ده قبل ثوره التعليم العالي، فالخيار بتاع جامعه الخرطوم اصلا ما كان متاح بالنسبه للشهادات العربيه، كليه الهندسه او كليات الطب يمكن، وحتى لما يقبلوك في كليه يمكن انت يعني ما قدمت لها وما في رغبتك بتدفع جزيه زي الرسوم كده يعني، فالحكايه كانت مستفزه جدا. المهم الواحد كنت في بالي انه الواحد يمشي اوروبا من الوقت ذاك يعني. طيب يا باشمهندس، جميل جدا جدا، انت كده فتحت لنا كم يعني مدخل بتاع حوار وتحاور وتفاكر. الحته بتاعت اللي هي السفر في بقاع السودان وكده، انا كل شخص يعني استضفناه هنا في البرنامج بتاعنا ده ومر بنفس الظروف بتاعتك بيكون شخصي مميز. مميز في شنو؟ مميز في قبول الاخر، يعني ما بتكون عنده اي مشكله بتاعت انه والله يا اخي يتعايش مع اي وضع. فهل الحاجه دي انطبقت عليك يا باشمهندس، وخاصه بعدك مشيت الكويت؟ وطبعا الرحله لسه طويله ما اكتملت. انا ماشي عليك لكن دار بس لا لا انا متفق معاك، ما هي من النقاط الاساسيه اللي بتكون في الستوري هنا يعني، لانه نعم.
يعني المسألة فعلا تكونت من البداية لكن نضجت بعدين ليتر اون. فالتنوع في السودان، وحتى ما ذكرت حلفة جديدة بطبيعة الزيارات للأهل، وحتى الوالد الله يرحمه اشتغل هناك فترة، كنا بنمشي القرية في حلفة جديدة، بنمشي السوق، بنمشي خشم القربة، بنمشي كسلة، فده شرق السودان وغرب السودان، والوسط نفس الشيء ما كان بعيد مننا. فزي ما تفضلت كل الأقاليم تحت السودان والأشكال بالنسبة لنا كانت يعني حاجة طبيعية وتربينا فيها. يعني بتمشي بتتعامل مع بتاع الدكان، بتشوف الزول الراكب الجمل بيبيع النبك، بتشوف العرب ماشيين وشالين الحطب بتاعهم، وبتشوفوا يعني كل الثقافة بتاعت السودان عشناها احنا صغار. يعني طبعا بيكون طعامه مختلف وانت صغير، لما انت تكون رجل بتاع الجمل وتقوم جاري مثلا ويسكك، ولا يعني في حياة في الطفولة الواحد ما بينسى، فبتتعشعش. حتى مرات يخوفوك يقول لك يا اخي اسمع، تمشي مع الزول ده مركبك معاه وتخاف وتقوم جاري، يعني دي كلها قصص فشنو موجودة عندنا، يعني بنت في الداخل. وبعد كده الواحد لما كبر ونشأ وسافر واغترب، زي ما تفضلت المسألة كانت بالنسبة لنا إثراء يعني وتقبل للتنوع أكثر. أيوه. طيب الغربة الأولى وفي الكويت، يعني الغربة خارج السودان، يعني فالوقت ده كان شكلها كيف؟ والناس اللي بتتذكرهم لحد الآن، أساتذة، طريقة التعليم كانت كيف وكده يعني؟ يا طبعا احنا مشينا بفكرة انه والله يا اخي السودان الدراسة فيه ممتازة وصعبة وغيره، لكن لما مشينا الكويت قالوا لنا والله يا اخي العرب ديل دراستهم سهلة وكلام يعني لعب ساكت والكتب ملونة. طبعا يعني حكاية الكتب الملونة دي ولسه ما زالت يعني دي نقطة مهمة جدا جدا بصراحة. طبعا الكتب في السودان هنا منفرة للدراسة، يعني لما شفنا طباعة الكتب وطريقتها، إمكانيات في المدارس، إمكانيات الأساتذة نفسهم ومستوياتهم، طبعا ما بجيب أي أستاذ، والتعيين ذاته بصورة مرتبة، والنظام في المدارس والحجم بتاع المدارس والواجبات المكثفة. يعني من أول سنة يعني احنا اقتنعنا أنه يعني الدراسة في الخليج حاجة ما سهلة وحاجة ثرة جدا جدا، وتعتبر يعني شنو opportunity بالنسبة للزول اللي وصل هناك وقدر انه هو يستفيد من الاستاف الموجود ومن الامكانيات الموجودة. هي كانت بالنسبة لنا زي ما تقول حظوة. فبالنسبة للفصل كان بيكون في يمكن زي 7-8 جنسيات، وطبعا كلهم جنسيات عربية. بعد كده حصل الانتجريشن معهم، فانت كسوداني في الكويت كان مختلف عن السعوديه، لانه كان عدد السودانيين اقل، يعني معرفتهم كان بالصوماليين اكثر، يقول لك انت صومالي، ما كان بيعرفوا السودانيين كويس الوقت ذاك. وطبعا يعني الواحد برضو عانى من المساله بتاعت انك انت زول ماينوريتي في الفصيل وكده، لكن بمرور الزمن بتبني علاقات وبتكون علاقاتك متميزه جدا. يعني احنا سودانيين الواحد بيقدر بيبني علاقات متميزة جدا جدا وقوية جدا جدا مع الآخر، بحيث إنه يعني ما بتتقبل أي كونفليكت ولا أي شيء، بتلاقي اللي بيقف معك وبتقدر تثبت نفسك. وحتى بعد كده لما تجتهد وتكون مميز في الفصل وغيره بيكون عندك باور أكتر. فده برضو إضافة للخبرة بتاعت التنوع على المستوى الجنسيات العربية، وعلى مستوى سواء كان على مستوى الأساتذة ولا الإدارة ولا مستوى الطلاب اللي احنا معاهم ولا على مستوى الجيران نفسهم في الحي. فعندنا اصدقاء في جزء منهم ما زلنا على تواصل معاهم، في جزء طبعا التواصل انقطع. فهذه مشكله الغربه، يعني انت هسه لما تدرس في السودان وتقضي حياتك كلها في السودان، العلاقات بتكون اسهل انك يعني تتواصل فيها، لكن لما تكون برا في الغربه بعد كده اغلب العلاقات بتلاقيها انقطعت، ويمكن ثاني ما تشوف الناس. فدي بس هي القضية، لكن زي ما تفضلت الإثراء من ناحية طريقة التعامل مع الآخر فيها خبرة كبيرة جدا. نعم. طيب كلام جميل جدا جدا. الفترة الزمنية كانت كم في الكويت بالذات؟ أنا ده لأنه حيقودني لسؤال ثاني. هي فترة ممكن تقول باقي الدراسة يعني متوسطة والثانوي. نعم. يعني زي 6 سنوات لغاية امتحان الشهادة. بعد ذاك جيت جامعة الخرطوم. اختيارك للهندسة كان تم عن رغبة ولا بس حسب النتيجة اللي انت جبتها؟ لا، انا كان عندي اهتمام اصلا، يعني كنت بحب الفيزياء
وبميل أكثر للرياضيات أكثر من البيولوجي. فهي الفكرة ما كانت بالضبط هندسة، لكن أنا ملت للهندسة ليه؟ لأنه الدراسة الوحيدة اللي فيها كارير مميز معي، يعني كان ممكن أدرس فيزياء كويس، لكن ما عارف هشتغل شنو لو درست فيزياء. لكن كنت بميل للهندسة وكنت متفوق في الرياضيات وفي الفيزيكس، وشايف الترند هو في الاتجاه بتاع التكنولوجي، فشايف انه في ترند هنا ماشي من الوقت ده. زي ما قلت لك كان عندنا مشكلة في القبول في جامعة الخرطوم، ما قبلونا في جامعة الخرطوم. فبعد كده كان في حاجة اسمها العلاقات الثقافية، كان بتقدم كان في منح كثيرة جدا قبل التعليم العالي. كان في منح بتجي من دول أوروبا الشرقية، من الصين برضو، من روسيا، من غيره كثيرة جدا. فاحتمال القبول كان كبير، لكن بتنتظر سنة. أنا ما كنت مرحب بأنه أنتظر سنة، فقدمت للبعثة لمصر وأخذوني في مصر في كلية الهندسة. في جامعة متميزة اسمها جامعة المنصورة، هناك كانت أصلا معهد ألماني، والأساتذة أغلبهم درسوا في ألمانيا، وبعد ذلك قالوا بقت كلية هندسة كانت حديثة جدا، فدرست فيها البكالوريوس بتاعي، ومن هناك بدأت العلاقة مع ألمانيا. يعني تأثرت جدا بالأساتذة هناك، وطبعا اتعلمت كثير جدا في مصر. يعني قبل ما تسأل أنا عارفك داير تسأل تقول شنو، لكن الواحد مشى هناك وعمره 17 سنة. نعم. لأنه زي ما قلت لك الأسرة أصلا ما كان موجودة في السودان، فما فرقت معي أنه لازم أقرأ في السودان. فلو قاعد في السودان ولا في مصر بالنسبة لي ما كان فرق كبير. فاخترت أنه أنا أمشي مصر، ومعي كان يعني شباب ممتازين، ولقيت هناك حياة طلابية كاملة، عالم تاني. يعني الكلام ده طبعا زي ما قلت لك كان لأنه الجامعات السودانية كانت بسيطة جدا، ونسبة القبول بالنسبة لعدد السودانيين الدارسين اللي بيدخلوا الجامعة يعني اللي كان بياخدوهم في جامعات السودانية ما أكثر من 10% من باقي 90% اللي بينتشروا في جامعات العالم كلها. كانت الهند بتاخد مصر والهند كان عندهم نصيب الأسد في الوقت ده. فعشان كده برضو في مصر ما حسيت بغربة كبيرة، لأنه لقيت الشل كان في اتحاد بتاع طلاب سودانيين في كل مدينة، وسياسة وشي تجمع واتجاه إسلامي وانتخابات وأركان، يعني يمكن الفرق بسيط بينه وبين الجامعات السودانية. لكن هناك طبعا الناس قاعدين بيسكنوا طبعا جنب الجامعة أغلبون، وفي سكنات بتاعت شقاق، وبتعمل الميز وبتمشي وبتشتري وتمشي تدرس، يعني مستقل تمام. من عمرك 17 سنة أنت بتكون مستقل. وفي مجتمع زي المجتمع المصري، في المجتمع المصري طبعا عندنا في خلافات، يعني بأنهم جيران لكن في اختلاف في أشياء كثيرة جدا. الواحد برضو في الفريق ده قدر يتعلم أشياء كثيرة خالص منهم. يعني المصريين حتى في الجامعة هم they are hard worker، يعني بالنسبة للدراسة بيكتب كل كلمة بقولها الأستاذ، وبيمشي بذاكرة وبيراجعها وبيحل كل المسائل on time، وكراسه مرتب ونظيف. وفي الامتحان المنافسة معهم صعبة جدا وشرسة. فإنما to be up to this level لازم أنت تكون صح السنة كلها. فدي نفعتنا في الحته دي شديد. يعني فمن ناحيه بتاعت الدراسه النظريه هم طب زي ما تقول، لكن زيهم زي باقي الجامعات الدول العربيه طبعا المشكله في الدراسه العمليه. كل الجامعات العربيه كده الواحد حاجه اكتشفها ليتر اون يعني. فالدراسه ممتازه كان بصراحه، ولما اتخرجت ورجعت هنا لقيت دفعتين لسه كانوا دخلوا جامعه الخرطوم لسه بسبب مشاكل ومظاهرات وقفلت، لقيتهم لسه متعثرين يمكن في سنه قبل النهايه. نعم، ده 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 كلام جميل جدا يعني. ده نحن طلعنا من الحته بتاعه التنوع الثقافي او التنوع بتاع انه زول يمشي يدرس الدراسه الابتدائيه او الدراسه المتوسطه، جينا للتنوع الثقافي بالدراسه الجامعيه وبالذات في بلد مصر. طبعا انا مقتنع جدا انه المصريين متقدمين اكثر مننا، ما في شك بذلك، وحاجات كثيره بتشهد بذلك، الارقام بتشهد بذلك وكده. طيب باشمهندس طارق، انتهيت من الجامعة وجيت السودان، الخطة كانت شنو الوقت داك في راسك يعني؟ طيب أنا بصراحة ما كنت أنا أرجع السودان طوالي من مصر، كان في محاولات من هناك أمشي ألمانيا طوالي. كويس، وعارفك حتسألني تقول ليش معنى ألمانيا يعني. فهي بصراحة يعني أغلب الناس بيفكروا في ألمانيا بسبب إنه يعني بتسمع كثير عنها وبتشوف المنتجات بتاعتها توب، بتشوف الكواليتي توب،
فانت اذا الامبيشن بتاعك طب فبتحاول تشوف لك حته طب على اساس تتعلم هناك، او انت اذا بقيت هناك اب تو ذا سبيد معناته خلاص انت بتكون وصلت لمستوى مرضي. نعم، ده تفكير سليم. نعم. العامل الثاني هو الاساتذه في 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 مصر، زي ما قلت لك هي كانت معهد الماني وكلهم درسوا هناك، والطريقه بتاعتهم المانيه، وشفتها البرفكشن اللي هم بفتشوا عليه واللي هم اللي تعلموه يعني الماني، والهارد ورك اللي بيحاولوا يعلمونا له، يعني مهما تميل في المحاضره وتميل من كثره الشيتس والشغل وغيره، بيقول لك تقيف على حيلك في المعمل، تقيف 5-6 ساعات ما في مشكله تشتغل، ما في عذر معي. فدي انت لما شوي شوي بتتململ، لكن لغايه ما خلاص تتعود عليها بتكسب اشياء كثيره جدا جدا، اللي هي مساله البيرسيفيرنس. نعم. والبيرسيفيرنس مهم جدا طول النفس في تحقيق الاهداف. فدي كانت الشراره الاولى. بعد ذاك الواحد قرر انه طبعا اي زول تضرب له السودان كيف والاخبار شنو. في الوقت ده كان الامور صعبه جدا في السودان، اوبورتيونيتيز برضه صعبه، لكن بس المهم ما توفقت من هناك امشي طوالي، فالاهل قالوا لي خلاص ما تقعد ساي، ارجع تعال حاول من السودان. فرجعت السودان وشاءت الاخدار. عندنا شيء شركه اسمها نيوتك، شركه متميزه جدا في الاستشارات في السودان، من اكبر الشركات، كانوا جيران. فطوالي مشيت لهم، ودكتور عثمان الخير ربنا يعني يجزيه كل خير ويتراوغ الخير، هو من الاساتذه في المعمار في البلد دي. فطوالي رحب بي قال لي تيجي خلاص، احنا ما حصل يعني استوعبنا مهندس بتاع كهرباء، لكن عندنا مشروع بتاع شركه الزيوت، تيجي تقعد معانا وتتعلم وتشتغل وبعد ذلك نشوف اللي بيحصل شنو. وفعلا قعدت معاهم في المكتب، كان عندهم شغل بتاع مباني وانستليشنز ومصنع زيوت، بعد ذلك بتاع الشركه العربيه بدا، وانا بقيت سايت انجينير هناك. وكنت عندي كيوريوستي عاليه جدا جدا في الفتره دي، ان انا داير اتعلم داير اعرف، وده كان اكبر مشروع في السودان يمكن في الوقت ده، ما كان في مشاريع يعني، كان تكلفته زي 20 مليون مليون دولار، وبشرع الصناعات بتكون شوف كم زي الحين حمامتين كان الانشاء بتاعه في الوقت ده، كان بيركبوا في المكنات وفي البويلرز وفي العصارات وفي السايلوز وفي غير، يعني مرات كنت امشي اجيب ساكت في السايت اتفرج اشوف الكريم بيرفع السايلو كيف، وبيرفع السخان كيف، او البويلرز كيف، وبيركبوها كيف، والعمال ذاتهم دهريوها كيف، ويستخدموا الهيدروليك كيف، كل التكنيكس دي. كان الواحد كان انجينير فيري فيري انترستي، بيمشي بس بيجي يتفرج ليه، لانه دي الحاجه الوحيده الكبيره في السودان اللي فيها تكنولوجيا عاليه تقدر تو كونتاكت يعني تبقى فيها. فتعلمت برضه المساله بتاعت الاستشارات، لانه كان شغال مع الشركه الاستشاريه، وهم كنا بنقعد مع المنفذ، كان شركتين، واحده هولنديه واحده انجليزيه، وده اول كونتاكت كان مع الاوروبيين. كنت بقعد بعد ذاك باخذ المحضر بتاع الاجتماع وبلخصه وبكتبه وبطبعه وبوزعه، وكنا بنراقب الكونتراكتر، كان عندي مهندس سينيور بنراجع المواصفات بنراجع الشغل بتاعه وغيره وغيره. في نفس الوقت كنت بمشي طبعا بقدم للدراسه في المانيا، بمشي براجع ناس السفاره وبشوف الشروط شنو. في نفس الوقت كنت بدرس الماني في معهد جوتا، وفي نفس الوقت مشيت لناس كمبيوتر مان قبل ما يبقوا كليه، كان معهد، كان عندهم معهد في العمارات، قلت لهم دار ادرس كمبيوتر معاكم، وفعلا بديت ادرس معاهم كمبيوتر. وفي نفس الوقت كنت بمشي معهد الدراسات الاضافيه جامعه الخرطوم، عندهم دبلوم المعمار، كان دكتور هاشم خليفه مهم صمها، واتكلم معي قال لي تجي تدرس الجماعه دي الشغل بتاع الالكتريكال سايد في المباني واليوتيليتيز والحاجات دي. فمهم كان مالتي تاسكين كبير جدا جدا، لكن الواحد في الوقت ده كان زي ما تقول عنده رغبه كبيره جدا جدا انه هو يمشي الخطوه اللي بعدها. والخطوه اللي بعدها بالنسبه لي ما كانت في السودان ابدا، لانه ما كنت شايف اصلا يعني في امكانيه انه الواحد خطوه يقعد فتره طويله، لانه شايف انه حتكون لافي في 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 مكان واحد. بالنسبه للناس الاوريدي خلاص عبروا ده كان اوكي، لكن بالنسبه للناس الجداد السودان كان صعب جدا من ناحيه بتاعت اوبورتونيتيز. نفس الوقت كان عداك حرب الخليج، كان اندلعت ومشاكل في مع الكويت ومشاكل مع السعوديه، وقفلوا الحتت، والكلام ده كان قريب لمنتصف التسعينات كده يعني. نعم. كان العالم كله بدا يغضب علينا يعني.
عشان كده كان الاتجاه بالنسبه لي شيء في واحد، اللي هو لاوروبا ولالمانيا بالذات. مهم، عملت المستحيل على اساس انه اخذ القبول. طبعا الوقت ده لا في انترنت ولا في ايميل ولا في القصص بتاعت المينا، حد بيشوتها بيرسلوها، لا في زول يعمل لك كوتشنج زي هسه يوجهك، لا في سايتس بتاع الجامعات تدخل وتسال. لا، كل المصدر بتاعنا كان كتيب كده، بنمشي للسفاره الالمانيه في الاستقبال، بنخش بنقول دايرين كتيب الجامعات. اول كتيب ده فيه كل اسامي الجامعات في المانيا بالتخصصات بتاعتها، زي ماتريكس كده كبير، في ناس كتار نعم. قريبات دي كان موجود يعني. أيوه. فبنجيب الكتيب ده وبقعد بعاين. طبعا ما بعرف اي شيء، ما بعرف غير مدينه برلين وبون لان العاصمه، الباقي بس من البوندس ليجا بس بعمل كده. والله دي اسمها دورتموند، خلاص نقدم لجامعه دورتموند، انا بعرف فريق دورتموند، وهذه اسمها ميونخ، ايوه في جامعه في ميونخ، بس نقلت اسامي الجامعات وبرسل في الجوابات. يعني انت بترسل في الجواب زي كانه بتطلق صرخه كده في بحر، وما عارف يعني في حاجه حتجيك فيدباك صدى ولا ما حتجيك، المهم بترمي الجواب. يا رميته يا اديته لزول مسافر وما مضمون حيصل ولا ما حيصل، كويس، لانه الرد بيجيك بعد 3 شهور بعد 4 شهور، فشغل يعني بتاع زول يعني ما اعرف اقول لك الامل قدر كيف. فالمهم يعني كانت معاناه في الوقت ده، مساله الكوميونيكيشن، مساله انك تقدم وغيره. في حاجه طريفه جدا طبعا يعني برضو شجعني وساعدني، انه في عندي اقربائي مشوا المانيا كان وقاعدين هناك، وبحاول اتواصل معهم على اساس يساعدوني في مساله القبول وكده، وانا شهادتي ممتازه في الجامعه يعني ما فيها مشكله، بس مشكله انك توصل الحاجات دي وتشوف الابلكيشن ذاته شكله كيف. نعم. المهم رسلت كم جواب، ورسلت كم زول، لو لقيت زول مسافر المانيا بديه الجواب، وانتظر من اقربائي هناك، والله رسل لي قبول وغيره. وبتقعد تضرب دائره، تضرب تليفون، ما في تليفونات، خطوط دوليه ذاته ما في كان الوقت ده. صح. يعني شوف احنا هسه بنتكلم زي اللي بنتكلم عن الخمسينات، مع انه الكلام ده في التسعينات قريب يعني. نعم. ايوه دائره بقوله بالتفصيل، لانه عباره عن توثيق بالنسبه لي، يمكن الاجيال اللي هسه ما بيتصوروا المتاعب اللي كانت قدر كيف زمان عشان انت جاست تو كونتاكت جامعه. والشيء الثاني انه في طبعا المنح بتاعت الداد دي من المانيا، لكن دي منح طبعا مشروطه لشنو؟ للجهات البحثيه، لما تكون انت شغال في جامعه ريسيرشر ولا في معهد بحثي وبحثي، ويرشحك الاستاذ بتاعك، وفي بروسيجر معينه بتمشي بيها، وهي بس للدكتوره. لكن انا ماشي ده ماشي مغامر، بس انه ماشي اشيك طريقي واشوف الامور هناك تمشي كيف. لو لقيت دراسه بدرس، لو لقيت شغل بشتغل، لو لقيت الاثنين مع بعض يعني، بس المهم واحد دار موطئ رجل هناك. نعم. فالمهم في فندق واحد بس كده كان في العمارات، قالوا عنده خط دولي، قلت وش فندق الساعات، فندق الارز بس. عرفت. شكلك انت مريت بنفس التجربه تقريبا. ما هو ده، شوف يا باشمهندس، ده الكلام نحن اللي بنقوله للشباب، قلنا لهم يا جماعه التطور ده، نحن يعني انا امتحنت الشهاده السودانيه سنه 93 يعني. نعم. وانت بتتكلم عن نفس الفتره، يعني في نفس نعم. الفتره دي يعني نحن بالنسبه لنا كانت معاناه ما عاديه، عشان انت ترسل لجامعه وتراسل جامعه او يجيك او تعرف انك انت يعني. انا مرات بكون شغال الشهر كله عشان اجمع بس قروش بتاعت الجواب بتاعت الدي اتش ال، ارسله للجامعه ويرسلوا لي ولا والله اسمع ليش ما بنقبلك، وتاني بعد ذاك الواحد يبدا السايكل دي من جديد. فيعني كانت معاناه يعني. فهسه دي فرصه، يعني فرصه على طبق من ذهب لكل الشباب، انه المعلومات متوفره، مش المعلومات متوفره وبس، عندكم الناس اللي بيعملوا لكم الكوتشنج. يعني يا سيدي نحن باشمهندس طارق الكلام اللي بيقولوا فيه ده بيقولوا فيه قصدي، يعني عشان الناس تعرف انه والله زمان كان شنو ووسع شنو وانتم ممكن تنجزوا شنو. اتفضل يا باشمهندس. المهم بننتظر بالساعات لغايه ما يقول لك في ترنك، ترنك ده معناته في جرس يعني، لانه انت بتحاول يمكن 50 مره بكون ما في اي حاجه. فبقول لك في ترنك، تعال تعال، لما تسمع ترنك ده قلبك ذاته بدوك، تمشي تقيف، ها رفعوا السماعه ما رفعوها، لو ما عندك حظ بكونوا ما في شيء مثلا، ما قاعدين لانه ما في موبايل ما في اي شيء. المهم لو رفع السماعه هناك زي اللي بيتكلم مع الزول في المريخ ولا في القمر ولا حاجه بالشكل ده، يعني دكتورك عالم ثاني، شفت كيف؟ فالمهم اتفقت، قال لي خلاص اسمع، انا ضل جبت لك، انت كان لو انت محظوظ يجيب لك قبول بتاع اللغه، بتقدر بتمشي تعمل بيه والفيزا الطلابيه، لو ما محظوظ بحكام معاك يقول لك والله جيب لنا قبول بتاع جامعه عديل كده.
وناس السفارة ذاتهم كانوا مقصرين يعني، كانوا صعبين جدا في الوقت ذاك. وبالذات الألمان. أيوة بالذات الألمان، كان في شارع البلدية عندهم زي مدخل كده صغير في مواعيد بتمشي بتقدم فيه، فبيحاولوا يشوفوا أي حاجة صغيرة مثلا لو نقصت بيرجعوا لك الورق طوالي. فالمهم قال لنا خلاص أنا لقيت زول مسافر، حتى رسلت له الرسوم بتاعت الكورس عشان شنو موتيفيتهم. المهم الظاهر عمل القبول وقام رسل لي، قال لي رسلت لك فاكس بالقبول ده. انا لما قال لي رسلت لك فاكس انا ثاني يوم منتظر الفاكس ده بفارغ الصبر. في واحد قريبنا كان في السوق العربي عنده فاكس في المكتب بتاعه، اقول له شويه اضرب لها ما في فاكس وصل. المهم قال لي يوم كده قام ضرب لي، قال لي في فاكس وصل كده تعشوا. بالليل ما نمت، قمت الصباح طوالي مشيت عليه. كان معي قريبي في نفس كان متابع معي نفس هاي وبرضه منتظر هو قبول. فهو قام رسل لنا نحن الاثنين الفاكس، واتضح انه الفاكس الجهاز الحبر بتاعه كان منتهي ولا حاجه. المهم الفاكس طلع ما ظاهر، فباهت جدا جدا يعني ما ظاهر خالص. فقريبي قال لي يا اخي خلاص نمشي نخطه في سخانه كده ولا تعمل لي مكوه يقوم بيظهر، وقاعد ينظر كثير. قلت له يا اخي انا نعتمد الموضوع ده اشوف لي حل ثاني. قريبي اصر شال الفاكس ده وشال معاه الورق ومشى للسفاره، داوم الورق كله، قال لهم ده الورق بتاعي داير اقدم كده 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 كده. ها بيسالوك عن الضمان المالي، الشهاده بتاعتك، القبول وينه؟ قال لي ده القبول. فالموظف كان ظل صعب شويه يعني، قام عاين كده قال لي وينه القبول؟ هي ورقه بيضاء يعني، الورق بتاع الفاكس الخفيف ده. قال لي اخذها. قال لي ما شايف حاجه انا. قال لي ما بتظهر هي، بس في الشمس بتظهر. قال لي لما تعالى في الشمس بتظهر. قام ادى الورق، قال لي اسمع امشي على الله هناك في الشمس برا. تعالى الورق. فدي يعني الصعوبات يعني كان بتواجهها في لغايه ما تصبر وتمشي وتجي. وده كله انا يعني ما فقدت الا المواصل في معهد جوتا، وكنت متفوق يعني بجيب درجات عاليه جدا عشان يدوني منحه مجانيه اقدر اواصل بها الكورس اللي بعده. طبعا انا زول خريج وشغال باشمهندس، ما ممكن امشي للوالد اقول له اخذ ديني قروش عشان امشي ادرس الماني مثلا، لازم سيلف فاينانس. وحتى اصلا اتفاقيتي مع ناس البيت انه انا خلاص يعني الحمد لله كتر خيركم المرحله بتاعت البكالوريوس دي يو توكيت، بعدان الشغل الجاي ده بواصل فيه براي. نعم. وطبعا يعني في بعض الاسر بيهتموا يقول لي خلاص انت بعد تساهم في المصاريف بتاعت البيت وكده، لا دي عفوني منها الحمد لله ما كانوا محتاجين. قال لي خلاص بعد ده شوف سكتك. فدي كان كريديت بالنسبه لي يعني، قدرت شويه كده الواحد يعني يتفرغ ويحاول يركز على نفسه انه يطور نفسه. المهم واصلت في الدراسه بتاعت اللغه، عملت يمكن 3 كورسات وفي نفس الوقت هو بيشتغل هنا وهناك، لغايه ما جاني صمها مع زول جاي قبول بتاع جامعه. ولقيت كان زول موظف كان في السفاره somehow عن طريق معارف، قدرت عن طريقه ادخل الورق ومشيت وقعدت عملت مقابله مع القنصل كان اسمه خاو فيشر. نعم. واتكلمت معي بالالماني، قمت ردد عليه بالانجليزي لانه انا يا دوب يعني اخذت 3 كورسات يا دوب في الابتدائي اللي قالت لي في المستوى الاول يسموه الجروند شتوفه. فالمهم قلت له يا اخي احنا عندنا مشكله انه الناس اللي بيمشوا المانيا ما بيرجعوا ثاني، فحنضمن كيف انك حترجع ثاني؟ فقلت له شوف انا زول يعني ماشي دراسه وعندي شهاداتي قدامي كلها وماشي ادرس، وزول جادي في المساله دي يعني في كل الاحوال بركز على الدراسه بتاعتي وكده. فالمهم ما قالت نو وخلت الورق لغايه ما بقيت يعني عن طريق الزول اللي بعرفه ده سهل عليه كثير، بقى يدخل ويمرق ويدخل الاوراق ويجيني يقول لي لا في حاجه ناقصه دي امشي جيبها كده كده. اذروايز المساله ممكن تاخذ سنين وسنين، وبعدها المساله مشت اسرع من يعني تسهلت من فوق زي ما تقول. ليه؟ لانه الواحد حاول يشوف الفرص بوين، حاول يشوف المعارف بوين، حاول يمين شمال، بتمشي بتجيب مرات ساعات تتفرج تشوف الناس بيسووا شنو ناقصهم شنو رجعوا لي، تسال لا تسال لا تجمع معلومات وهكذا. نعم. فاتسهلت اخر حاجه قالوا لي خلاص احنا يعني تقريبا حنديك الفيزا لكن جيب لنا ورينا حتسكن هناك في المانيا وين. قمت جبت لهم عنوان الزول ارسل لي القبول، قال لي لا ده سكن بتاع طلبه ما ينفع، جيب لنا سكن رسمي يعني حتسكن وين. طيب انا يعني لغايه ما اتواصل مع زول هناك
بالحروف يعني كمان اجيب لكم. فالمهم سبحان الله لقيت معلومه قال لي امشي لوفتهانزا، المكتب بتاع لوفتهانزا بيعمل لك حجز بتاع فندق. نعم. قمت مشيت لوفتهانزا في المدينه، هي مدينه صغيره على بحر البلطيق اللي جابوا لي منها القبول دي. سالتهم قلت لهم عندكم حجز بتاع فندق في المدينه الفلانيه؟ قال لي نو. قمت شفت اقرب خريطه لالمانيا معلقه، شفت اقرب مدينه كبيره ليها كويس شكلها كبير كده في الخريطه يعني نقطه كبيره كده، قلت له خلاص شوف لي فندق في المدينه الثانيه دي. قام سبحان الله دق في الكمبيوتر، طلع لي الفاكس، طلع لي زي ورقه كده فيها الحجز بتاع الفندق، شلته ومشيت له. قال خلاص تعال يوم الاربعاء، يوم الاربعاء سلموني الجواز فيه والفيزا. فرحه ما عاديه كانت. فالوقت ده يعني زي كانك انت خلاص يعني أرمسترونج نزل في سطح القمر يعني. انت عارف ذكرتني نقطه طريفه جدا. فعندي صاحبي نحن كنا مقدمين لسفاره سوا برضه، فهو يعني انا ادوني اسرع منه، ادوني سريع جدا يمكن في يومين، هو يتاخر. فهو لما ادول الفيزا كان كل يوم بالليل بيصحى، انا بلقاه مولع نور وبعيلل، بيكون بعيل الفيزا كده كويس. ونحن كنا ساكنين في شقه غرفه واحده يعني، فالحاجه دي مزعجه جدا لي يعني. انا بصحى قال لك الراجل ده مولع النور وبعيل لي. قلت له يا اخي اسمع، انا والله الفيزا بتاعتك دي والله اقوم اسلخها واحيرك. كان بيقتلك. ما قال لي كده، قال لي دي حتكون اخر حاجه بيني وبينك. ايوه. ففعلا هي كانت يعني حاجه ما يعني فرحه ما عاديه لما الواحد بالذات الزول لما يكون عنده خطه وماشي يعني في الخطه بتاعته ويدوك الفيزا دي، لان هي دي زي ما بقول اليونانيين عندهم مقوله بيقولوا الفرق بين الانسان والحيوان البحر الابيض المتوسط. يا سلام. فانت الفرق بينك وبين احلامك اللي هي الطاشيره دي يعني. لا هو زي ما قلت لك في الوقت ده الفرص كانت صعبه جدا جدا صعبه يعني بالنسبه للانسان داري يبتدي. وبعدين طبعا يعني كان في وقت جو مشحون من الناحيه السياسيه شديد، في كان جو بتاع استقطاب حاد، وكان بيلقطوا الناس من الشوارع يودوهم الجنوب والتجنيد الالزامي والدفاع الشعبي وهيصه شديده جدا. انا شخصيا ما مقتنع بالامور دي خالص يعني، ولا يعني تبدو لك انه السكه اللي قدام بس من خلال انك انت تمشي في اتجاه معين وتباري الاستقطاب ده، فده كان الشيء الواضح بالنسبه لي. فعشان كده انا قرار بالنسبه لي انه اصو يعني عشان انت تطور نفسك وتمشي لقدام بحريه بقرارك الشخصي بطريقتك باسلوبك زي ما انت سميتها الايدنتيفيكيشن بتاعتك، دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي. الشيء الثاني المهم انه فترات الدراسه سواء كانت جامعيه ولا ثانوي انت ما كنت مستقل استقلال تام يعني، عندك سبورت من هنا ومن هناك وغيره لكن داير انت حته انك تكون نيوترال انت تشوف فيها نفسك يعني، حتى انت قرارك في البيت ما حقك، قرارك في حاجات كثيره في توجيهات من هنا ومن هناك، انت لسه ما مستقل. فانت لما تمشي تلقى نفسك في حته فيري نيوترال، بعدها انت بتعمل بعدها تختبر نفسك، بتشوف نفسك قدام المرايه، انا منو داير شنو، نقاط الضعف بتاعتي شنو، القوه بتاعتي شنو، عاليه كيف، التحدي بتاعي قدام ده قابله كيف، أواجه نفسي كيف. أسئلة كثيرة جدا، وحتى أسئلة في دينك ذاته في عقيدتك. نعم. صح. تواجهها وبتحاول تجاوب عليها من جديد. ليه؟ عشان أنت في النهاية هتبقى عندك قناعات، والقناعات دي وصلت لها مختلفة عن القناعات اللي هي ورثتها. هاي. فدي كلها أسئلة أنت تمشي هناك بتطرحها على نفسك وتبتدي برا كده بتواجه نفسك بنفسك فيها. وتصل فيها لحاجات بعدها بتلاقي نفسك لقيت الايدنتيفيكيشن بتاعتك. صح فعلا. طيب يعني خلاص لميت شنطك وسافرت مشيت المانيا، اول ما نزلت في اول مطار انطباعك كان شنو؟ والله طبعا كان في واحد حكى لي قصه، قال لي في واحد نيجيري قابله وكان ماشي من مصر ولقى النيجيري مرجعينه من المطار ما عارف مشكلته شنو، فهم حتى بيكتبوا لك في الفيزا انه اخذ الفيزا دي ما معناته انه حتخش يعني ممكن ترجع. كويس. هالنيجيري ده كان عامل ليه هاجس الرجوع من المطار ده يعني انه ممكن حتى لما انتصل هناك ممكن يرجع. فالمهم كتر خير واحد صديق عزيز هناك يعني كنت بتواصل معه وقاعد في برلين استقبلني عنده في البيت الله يرحمه ويغفر له، والاخ عوض عبد الله
فتح لي بيته، ويعني كان إنسان كريم جدا جدا معاي، وحتى في واحد قريبي برضو أخذني وسكنني مع واحد ألماني مسلم من الإخوة البرهانية، هم من أهلنا يعني هم أقربانا برضو، هم أفادوني كثير في المرحلة البداية، مرحلة البداية. وطوالي بديت أدخل وأسأل هنا وهناك، حتى أقربائي كانوا موجودين اللي هم ساعدوني حتى عشان أصل، هم كانوا أحسن أورينتيشن بالنسبة لي، فساعدوني في الأورينتيشن وفي غيره. وأنا بديت شايل معايا $1,000 من هنا كويس، ودي نفعتني جدا. أنا بديت مشيت سجلت بها في المعهد بتاع اللغة، وبديت أدرس اللغة طوالي وأذاكر، وسكنت مع الأخ الألماني ده، هو كان مسلم وصوفي بيعمل أوراد طوالي بالليل كله، طوالي شغال أوراد، وأنا بكون قاعد في اللغة هناك قاعد بذاكر. فكانت المرحلة الأولى دي صعبة جدا، لأنه لازم أشتغل، والفكرة أصلا أنه لازم أنا to finance myself. طبعا الحتة دي بالمناسبة مهمة جدا في ألمانيا، أنه كثير من الشباب بيقول لك والله تمشي وتشتغل وتدرس، فأنا سامع بها لكن ما كنت مقتنع بها جدا. ليه؟ لأنه أنا عارف دراسة الهندسة، وعارف لما درسنا إحنا قبل كده في البكالوريوس أنه زول ما عنده نفس ذاته للدراسة، ما عنده زمن للدراسة، فما بالك الشغل، لأنه الشغل ما بس وقت الشغل، أنت عايز تشتغل وبعد ذاك ده عايز ترتاح من الشغل، صح، وبعد كده دراسة، وبعد ذاك ده يعني داير تذاكر في البيت. والدراسة بتاعت الهندسة very hard working، يعني داير شغل عملي ودايرة تتعلم. أنا ما مشيت هناك على أساس إنه يعني الواحد تاني يبتدي دراسة نظرية، لا، مشيت بخطة إنه أنا داير أدرس دراسة عملية، داير أشوف التكنولوجي الألمان ديل بيسووا في شنو، وأجيب معاهم وأسوي زيهم. فدي كانت الخطة، لكن هي ريسك في النهاية، ريسك، لكن انت لازم you have to go this risk، لأنه ما عندك حلول تانية، صح. فالبيت الشعر بيقول شنو، بيقول من يستصعب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. بين الحفر، نعم، بالضبط كده، يا تقعد في الحفرة يا تشيك طريقك بين الجبال، صح. ف كان الحمام بتاع المويه البارده، سوري معلش، عملت لك ميوت سوري، الصوت باشمهندس، افتح لي معلش، افتح الصوت، اعمل ميوت، انميوت، اوكي. أيوة. كده الصوت واضح، ايوه تمام. فالتحدي كان كبير انه الواحد داير يكمل اللغه على اساس انه يقدر يكون يكمل الكواليفيكيشن ويدخل الجامعه. فبعد ذاك ابتديت طوالي كملت الاجراءات بتاعه التسجيل بالسكن وغيره، وشفت الليزن العمل بوين ومكان الشغل بوين، وبديت احاول افتش على الشغل وتشتغل وتقرا. كنت بشتغل بالليل وبرجع الساعه 6 صباحا، وبمشي الجامعه الساعه 9 صباحا الكورس بتاع اللغه. يعني قضيت السمستر الاول كله بالطريقه دي، يعني فكانت حاجه فيري هارد. وزاد الامور صعوبه يعني بعد تميت 6 شهور تقريبا، الوالد الله يرحمه توفى، فدي برضو كانت من الاوقات شويه صعبه، يعني كانت ده تحدي كبير جدا. نعم. لكن الحمد لله الاسره كانت متماسكه، والوالده قالت لي يا اخي واصل، ما تشيل هم، الامور كلها تمام. دي كان برضو من دور كبير جدا جدا للوالدة، إنه الواحد يعني يواصل في طريقه وما يشيل هم الأسرة وأمور كيف وحيحصل شنو. أنا طبعا الأخ الأكبر، في أخوين أصغر مني لكن في أخوات أكبر مني في البيت. نعم. طوالي الأخ الأكبر لما تحصل حالة الوفاة في البيت للوالد، طوالي بيقوم بيخد في رأسه إنه خلاص يعني لازم أرجع زولية. ايوه لازم ارجع واشوف الحاصل شنو غيره. لكن الحمد لله الوالده كان دورها هنا قوي جدا في انها هي طمنتني كثير وقالت لي واصل، ما ترجع، امورنا كلها تمام، وكمل طريقك. وبدات الدراسه بعد ذاك هناك، وشوي شوي كل ما الواحد يعني يبتدي يدخل في الدراسه كان المساله بتبقى اسهل، والانتجريشن في المجتمع الالماني ذاته بيبقى اسهل. يعني ده كان التحدي اللي هو الانتجريشن، انك تمشي مع المجتمع بنفس السرعه. تمشي معه بنفس السرعة وتشوف المتطلبات بتاعته وكل العوائق، سواء كانت عائق بتاع لغة وسواء كان عائق بتاع ثقافة. والحياة هناك ما سهلة، لأنه أنت من ما الدائرة تقطع عليك تسكيلة بتاعت القطر لغاية الإجراءات بتاعت الجامعة لغاية العقودات بتاعت التليكوم والتلفونات والإجراءات بتاعت الإقامة وغيره
الحياة هناك فيها تفاصيل أكثر من عندنا، يعني إحنا عندنا نعم. الحياة بسيطة جداً جداً، لغاية ما تفهم التفاصيل وتقدر تتعامل معها تأخذ زمن، لكن برضو بتنفع زول للخبرات بتاعت الإخوة السودانيين الموجودين هناك، بتدخل معهم تستفيد من كلامهم وتوصياتهم وغيره وغيره، وبتحدد العلاقة علاقات بتاعتك ذاتها، لأنه العلاقات الاجتماعية نفسها ممكن تكون مفيدة وممكن تكون غير مفيدة. فهنا لازم يكون عندك أنت هنا الكنترول، الكنترول يكون في يدك، أنه في كثير من الناس أو في كثير من الناس الموجودين هناك سواء كان من السودانيين ولا غير السودانيين بيلقوا الحرية فبيسيبوا استغلالها، وممكن يأثروا في الشباب لما يكونوا صغار. لكن لما مشيت كنت ناضج، يعني كنت أوريدي مهندس وعندي بكالوريوس وعارف أنا داير شنو، كان من السهل أنه الواحد يعني يعرف يقدر يميز، يقدر يشوف طريقه بالطريقة الصح، يقدر يختار الأصدقاء اللي ممكن يفيدوه ويستفيد منهم وغيره وغيره، وتعرف الطريق بتاع المسجد وتعرف الطريق بتاع الأصدقاء اللي يفيدوك. فبالطريقة دي أنت بتقدر تكيب التراك بتاعك، وهي مسألة ما سهلة لكن مسألة مهمة. ده غير التراك الأكاديمي، التراك الأكاديمي ده براه، لأنه ألمانيا طبعاً كان ما كانت من الدول اللي هي بيقصدوها الطلاب في السودانيين لفترة طويلة جداً، يعني كلهم أغلبهم بس حملة أو طلبة الدكتوراه ماشي عن طريق، لكن إحنا بديناها الدراسة من تحت. يعني إحنا عندنا في فريق بيننا وبين الأخوان اللي بيجوا عن طريق الدات، الزول اللي بيجوا عن طريق الدات ده ما خلاص، يعني أموره كلها واضحة، معروف حيدرس اللغة وين، معروف السكن بتاعه، معروف الفاينانشال بتاعه، حتى لو متزوج حيجيب زوجته متين وهكذا. احنا مشينا بس كده على الريسك حقنا. فدي كانت طبعا فيها ميزة وفيها عيب، الواحد تعب لكن اتعلمنا اللغة على وصولها، اختلطنا بالمجتمع لأنه ما عندك طريقة، ما في زول بيعمل لك حاجة، لازم حاجاتك كلها ترتيبها، أمورك ترتيبها براك، حتى السكن يجيب سكن قريب، تشوف التذكرة بتاعت المواصلات، الرسوم بتاعت الجامعة، الرسوم أو المصاريف بتاعتك الشخصية، الطبيخ، حتى تطبخ في البيت، كله 360 درجة أنت مسؤول عن نفسك. نعم. فدي أدتنا هنا في الحتة دي برضو دايمينشن بتاع تجارب ما يتوفر بالنسبة للناس اللي بيجوا بمنح مثلا. الأهم اللغة، لأنه النظام بتاع الألمان هناك ما في حاجة اسمها بكالوريوس ماجستير، في عندهم حاجتين، في عندهم دبلوم يونيفرسيتي، عندهم دبلوم ابلايد ساينس يونيفرسيتي، الاثنين دول. الدبلوم بتاع اليونيفرسيتي بسموه دبلوم لكن هو بيساوي الماجستير، الدبلوم بتاع الابلايد ساينس ده هو لا ماجستير ولا بكالوريوس، بيناتهم حاجه كده في النص. طبعا الالمان يا اخوه اي حاجه عندهم حقتهم برا. ايوه نعم. احنا كان الخيار بالنسبه لنا لانه حملت بكالوريوس المفروض نواصل في الدبلوم بتاع اليونيفرسيتي على اساس تبقى تنتهي بالماجستير. فالنظام الدراسه بالالماني، ما في دراسه بالانجليزي. طبعا الماجستير بتاع الانجليزي ده كله ليتر اون ظهر، النظام بتاع البكالوريوس والماجستير بعد ديسكشنز طويله جدا جدا وبروسيسز طويله شديد، يمكن في الالفينات ظهر، يعني انك تجي من برا وتعمل ماجستير، وكمان حتى ظهر بالانجليزي. فالاجيال جات وعملوا ماجستير بالانجليزي، حتى كانت المساله بالنسبه لهم اسهل بكثير. ليه؟ احنا لازم نخش في السيستم من النص ولاقى جيب الشهادات بتاعتك، جيبك البكالوريوس دي اعترفنا لك بها، دي ما اعترفنا لك بها، دي تعيد الماده تعملها من الاول، دي كده دي كده، دخلونا في دوامه كبيره، دي واحده من الاستراجلز الكبيره جدا دخلنا فيها، اضطريت عملتها امتحان رياضيات ثاني وامتحان اشوف حاجه اسمها في الاساسيات بتاعت الالكتريكال انجينيرنج من الاول. النظري ده زي ما قلت لك ما كان عندنا فيه اي مشكله من الدراسه بتاعت البكالوريوس، فخلصنا الامتحانات دي سريع. انا التارجت بتاعي كان الدراسه الاساسيه، وكنت بدخل معامل ساكت كده طفاشي وبسجل فيها، لان لما انت تشوف السيلابس بيدوك كتيب كبير جدا فيه مواد اختياريه ومواد اجباريه. المواد الاجباريه دي ما خلاص انت اخترت السكه بتاعتك، الاختياريه دي بقى في حاجات تشهي، حاجات فيها سيميوليشن وفي حاجات لابس ومعامل وقياسات وغيره وغيره، حاجات بنسمع بها ساكت. الواحد كان بيتمنى يكون عنده زمن يخش المعامل دي كلها. المهم اخترت بختار كم معمل بدخل ساكت، يعني ما بكون فيها ولا درجات ولا بكون فيها نمر ولا فيها بوينتس حتى، عشان بس جست انك سيميوليت تتعلم وتشوف الامكانيات دي وتستفيد منها لاقصى درجه ممكن. المجال طبعا بتاعنا كان الكتريكال انجينيرنج، وداخل فيه الاوتوماتيك كنترول بتاع الالكتريك موتورز،
وداخل فيه الباور الكترونكس. فهو تداخل بين الالكترونكس والالكتريكال تراكشنز الموتورز والكنترول بتاعها. فده كان مجال بيستهويني جدا جدا. داير اعرف طبعا انه كيف انت باوامر من الكمبيوتر بتغير بتتحكم في السرعه بتاعه الموتور، بتتحكم به في الغساله، بتتحكم به في الاسانسير، بتتحكم به في القطر، بتتحكم به في. فكان بالنسبه لي ده يعني من اهم المجالات انه الواحد يحاول يفهم البيسز دي. فمن هنا دخلنا على البرمجه، لقيت انه اكتشفت انه اي حاجه ترند جديد في الهندسه الكهربائيه ماشي على البرمجه. اي ترند تسال الاستاذ ها الترند شنو يقول لك برمجه. تعمل بروجرامينج، كان في حاجه اسمها اللانجويج اللو لانجويج اسمبلر بروجرامينج، دي بتشتغلها بالبيت والبايت، حاجه صعبه جدا اشتغلناها. بتعمل بيرن في المايكرو بروسيسور وتشوف المايكرو بروسيسور بدا يغير لك في السرعه بتاعت الموتور، حاجه ممتعه جدا كان. فمن هنا بدا الميل للاي تي، بدا الميل للبرمجه اكثر. ليه؟ لانه بقت هي الهيد بتاع المساله، هي العقل اللي شغل لك المسائل كلها. وبعدين المانيا لما تمشي تتلخم بالقطارات وبال قطر في فوق وقطر بيتحد وقطر بالنص وده ماشي كده وده اندر جراوند وده ترام وده اسبان وده مهم، يعني لخمه شديده موضوع التراكشنز عندهم. فبديت ادخل شويه شويه على المساله بتاعت البرمجه لانه لقيت فيها كل الفيلم كله هناك. من هنا لغايه ما تخرجت كان الواحد عمل خبره كويسه في البرمجه، سواء كانت برمجه اغلبها كانت للماشين كنترول. هو جهدنا صعوبات بعد كده في التريننج، لانه المحل ما نمشي تريننج طبعا الكهرباء دي فيها ريستريكشنز كثيره جدا، الدخول فيه ريستريكشن، بعد ذاك الحاجات تحت الهاي تنشن والحاجات، يعني عشان تجرب ذاته حاجه مشكله. عشان تدخل الباب بتاع هاي تنشن تمضي 20 امضه وتدخل من هنا ومن الباب وتعمل ارضي وترفع ده وتنزل ده، ما بتخش بسهوله، ما في اكسس، لانك انت تمشي تجرب وتغلط وتحرق لك حاجه وتقوم وتقع عشان تقدر تدرب. دي شويه كده نفرت الزول من الهاي كرنت والهاي فولتج وحتى الالكتريكال تراكشن برضو. فركزنا اكثر على الشغل بتاع البرمجه، وده كان السر في انه طبعا الالمان هم متقدمين في الحاجات الماديه المحسوسه دي، اللي هي شغل بتاع الميكانيكال انجينيرنج والسباكه وإنتاج المعادن والبروسيسنج بتاع المعادن وغيره، دي إمكانياتهم فيها ضخمة، دي السبب في التقدم. لما جو الهند عملوا الاستراتيجية بتاعتهم عملوها على أساس البرمجة. ليه؟ لأنه ما عندهم الإمكانيات بتاعت الألمان في الميكانيكال إنجينيرينج وفي إن هم يوفروا المعامل الضخمة دي عشان يعملوا إبنوا محطات بتاعت باور ولا توربينات ضخمة زي بتعملها الشركات الألمانية ولا التوربينات بتاعت الرياح ولا غيره. فقالوا احنا الاستراتيجيه بتاعتنا انه البرمجه لانه سهله، اي زول عنده بي سي وعنده اكسس سم هاو يعمل سيميوليشن، ممكن تجيب سوفت وير، ممكن تجيب لايبراري تدخل من هنا لهناك وتتعلم البرمجه. فيخيل لي دي كان استراتيجيه بالنسبه لهم كانت مهمه جدا، وقاموا نشروا التعليم بتاع الاي تي عندهم وخرجوا اكبر كميه من الاي تي اكسبرتيز. وهسه شايف النتيجه يعني بقت كيف ظهرت، يعني بعد 15 سنه بالكثير كان خلاص بدوا يقطفوا الثمار بتاعت الاستراتيجية. نعم. بينما في ألمانيا زي ما قلت لك التركيز ما زال في مسألة الميكانيكال إنجينيرينج وصناعة السيارات، صناعة القطارات، صناعة التوربينات وغيره وغيره. فأنا جيت للحتة دي ليه؟ لأنه أنا بالنسبة لي داير حاجة برضو أتعلم. وإحنا كنا في الفترة دي زي ما قلت لك فئة ضعيفة في المجتمع، أنت زول طالب وبتشتغل في الإجازة، اشتغل في اوقات الفراغ عشان تمول نفسك، واجنبي، وفي لا جانب حتى بشرتك سمراء، يعني حتى الجانب ذاتهم ما طبعا يعني خشم بيوت. فانت تعتبر من الفئات الضعيفه في المجتمع، عشان تثبت نفسك لازم تبذل اضعاف اضعاف المجهود عشان تقدر تحقق ما تصبو اليه. نعم. فبقى لما نشوف الترند، لانه احنا طبعا الفتره دي هي برضو كانت حساسه جدا. ليه؟ لانه الالمان اللحظه دي بيقول لك انت خلصت دراستك ترجع بلدك. المانيا ما بلد هجره، ده كانت الرساله اللي كان المستشار اسمه المذكور الوقت ده، هو حزب تقريبا يمين الوسط، هو مايل اكثر، لكن في احزاب كانت مايله لليسار بيرحب ويقول والله لازم نفتح البلد للاجانب. الديسكشن ده كان حايم كثير، واحنا طبعا راخينا ضالنا وقاعدين.
ومن من الارتكلز اللي بنقراها والقراءات بتاعتنا انه السوق فيه عجز كبير جدا جدا في الاكسبرتيز بتاعنا الاي تي، وكل الدراسات بتدل على كده. فكان بالنسبه لي الخيار انه انا اميل في الاتجاه بتاع الاي تي على اساس احرز الفرص اللي حتجي عشان نقدر نقتنص ليه، لانه هيقول لك انا هاوس دي بالالماني يعني ارجع بلدك، يعني امشي هاوس تو هاوس امشي بيتك هاوس امشي بيتك. طبعا بيستخدموها في حاجات كثيره، هي طبعا كلمه سلبيه جدا. أيوه. من الشغل يقول لك هاوس معناته خلاص فردي، يعني زول ده طردوه من الشغل. او أيوه. في الكوره مثلا لو فريق الضرب يقول لك هاوس معناته شنو، خلاص طار يعني. نعم. فالمهم هو بيقول لك تخلص تمشي بلدك، لانه المانيا ما بلد هجره، وعندنا 10% ان امبلويمنت وكلهم المان وشعارهم اصفر، فبيخلينا احنا نجيبك شنو نشغلك، ونحن عندنا الجماعه دي قاعدين وبياخذوا اعانات وعاملين لنا الهيدك يعني. بياخذ اوت كيرنج بالضبط كده، وبينفيتس وبتاع، ومهم الدنيا عندهم تمام. وقدر ما تتكلم معاهم طبعا هو خلاص الزول اللي بقى ان امبلويد فتره طويله ده خلاص يعني. هم بعدين عندهم اجراءات كثيره جدا بيعالجوا بيها موضوع الان امبلويمنت، لانه بيدرسوهم وبيدوهم كورسات وبيقول لهم في فرص بتاعت شغل هنا وهناك، اذا لقوا ما جاد ممكن يقلصوا له البنفيتس بتاعته وكده. نعم. بيطاردوه مطارده شديده يعني. فبقت التشالنج بالنسبه لنا انه احنا ندخل في الفرقه ممكن تطلع دي. وقامت الحكومه تغيرت، جاء شرودر، وشرودر ده ما تقول يسار الوسط، هم الاس بي دي بسموهم. ايوه. فلما جاء شرودر في بدايه الالفينات مشى السيبت، فقام من السيبت هناك اعلن قال ان احنا محتاجين لخبرات بتاعت اي تي. الناس كانوا بيتكلموا عن الهند، نقاش طويل جدا جدا. قبل كده لما احنا خلانا خلصت الدراسه بتاعتي كل المتطلبات وانتهيت منها، وحتى جهزت الدبلوم اربايت بيسموه اللي هو المشروع بتاع التخرج، ومشيت للبروفيسور وتكلمت معاه وقال لي ده جيد وبتاع، وشلته ومشيت وخدته في الدولاب ما ده يطبعه وعمل لي ببلشمنت عشان شنو، حيدوني شهاده ويقول لي يلا مع السلامه. وفي الوقت ده كان بديت انا اشتغل في المجال بتاعي يعني. بعد فتره الواحد طبعا دار يرجع شويه لورا، الشغل بتاع الاجازات اللي هو كنا بنوفر منه القروش عشان نقدر نصرف بيه على نفسنا. نعم. بدوك اذن عمل اوقات زي 3 شهور في السنه، وبيعفوك فيها من الضرائب، لانه اصلا المفروض ما تصل للمرحله بتاعت انك تدفع ضرائب من حيث الاماونت اللي انت حتكسب. فكان معروف انه في الاجازات الشركات بتاعت العربات الكبيره بيقوموا ناس كتار بيطلعوا اجازه في الصيف، شهر 7 و8 ده ما في زول بيقعد في البلد، اكثر شعب بيسافر وبيتفسح هم الالمان واليابانيين طبعا. فحتى الفئه بتاعت العمال عندهم يعني امكانيات انه يسافر، الاجازه دي اهم حاجه عنده. صح. بيقوموا بيخططوا من بدري، بيقوموا بيجيبوا طلبه ستودنتس، وخاصه الطلبه اللي بيقروا الحاجات التكنيكال على اساس انهم يتعلموا بسرعه يقدروا يتعاملوا مع الماشينز، اغلبوا بيكون ماشين ورك. فالمهم في اجازه انا في حتى في برلين اشتغلنا، كان في شركه فورد بتاعت السيارات، الخط بتاع الانتاج للطبلونات، خط الطبلونات ترصها وزي الزراعه الاليه بترشها وكده وتشيلها تنزلها وتقيسها وكده. فهارد ورك يعني 8 ساعات انت بتكون واقف في السير، بدوك يعني بريك نص ساعه وثاني 10 دقائق كده بس. شغل في السيور متعب جدا جدا، السيور بتاعت المصانع لانه بيكون ساكي السير، عندك كم خطوه لازم تخلص فيها الشغل بتاعك، لو ما خلصته بتخش في الشغل بتاع دول الوراق، او بتلاقي المكنه خشت خلاص، خشت لها في غرفه ثانيه، وبعدها بتبقى مشكله. بيجي اللي بيسموه المراقب بيجي بكورك فيك، لكن هم بيدوك طبعا فتره عشان تتعلم، بيدوك زي 3 4 ايام كده عشان تمشي مع السرعه بتاعت السير. فاشتغلنا في السير برضه في شركه الفلوكس واجن، مشينا مدينه اسمها فولفسبورغ اللي هي المعقل بتاع الفلوكس واجن في ساكسونيا السفلى. وطبعا المصانع منتشره الفلوكس واجن، طبعا عندها مصانع في المكسيك وفي البرازيل وفي نيجيريا وفي الهند مهم، لكن هناك الرئاسه بتاعتهم. فكنا بنشتغل في الهولز التحت، اخر مرحله منها العربيه بتطلع خلاص، انا كنت بركب القزاز بتاع الباب الورق. فبتلاقي الماتيريالز كلها بيدوك 4 ايام تتعلم فيها، ومساله صعبه يعني، لانه في مسامير كده يعني لازم تدخلها بالاحساس بدون بس بالتدريب يعني. فالواحد في الوقت ده عرف انه امكانيات اللسان قدر كيف،
يعني بالضغط فعلا الانسان ده فيري فلكسبل، بيتعلم اي حاجه وبيسرع ما يمكن، لكن شنو يكون عنده الموتيفيشن اللازم. ايوه فاتعلمنا بسرعه، وبعد من الاسبوع اللي وراه بقينا خلاص معلمين كبار يعني، بقينا نشتغل وباريحيه ونتونس مع ده ونهزر مع ده ونضحك مع ده وكده. بنشتغل الست اسابيع ومشينا وسكننا هناك في المدينه نفسها، يعني بتمشي بتسكن. حتى كان في الاخوه السودانيين عاملين ميز، عاملين سكن بتاع اللي كان الدوم السكن بتاع العمال. شايف الاخ حسن الشوبلي لو التحيه برضه من الناس المكافحين كان معنا زمان. بس انتهز الفرصه دي يا جماعه، يعني نرحب بكم كلكم الناس اللي معانا في الزوم ومعانا في الفيسبوك، ونقاش جميل جدا جدا مع باشمهندس طارق، والسرد بتاعه جميل وبعيشك في اجواء القصه بتاعته. وفي نفس الوقت دي كلها يا جماعه رسائل للشباب، انه يعني انت تكون كيف انك انت تكون هارد ويرك، كيف انك انت يكون نفسك طويل عشان تحقق الحاجه اللي انت بتصل بيها، يعني الحاجات دي كلها. وبعد شويه يا جماعه احنا حنفتح يعني في اخر نص ساعه بنفتح النقاش، يعني اي زول عنده سؤال، اي زول عنده استفسار مرحب بيه. اتفضل باشمهندس. اغلب الطلبه كان يعني بيشتغلوا في الاجازات على اساس يمولوا نفسهم. هو طبعا تشالنج بالنسبه للطلبه اللي هم الاندر جراديويت، يعني لانه بتبقى صعبه جدا. ليه؟ لانه عندك زمن محدد انت لازم، وفي مواد محدده، وانت لسه يعني موضوع الدراسه ذاته ما سلكت فيه كويس. ففي كثير ممكن واحد يقطع دراسته، ممكن يلقى الشغل كويس والقروش حلوه يمشي في موضوع القروش والشغل، ويبتدي يفتش له في سكه ثانيه بتاعت اقامه وغيره على اساس انه خلاص يعني يستقر بهذا الشكل. فدي مسألة خطرة جدا، مسألة انه تلقى شغل وقروش قبل ما تخلص الدراسة. بالنسبة للشباب ممكن تكون منزلة، وفعلا بتحصل. وفي شباب يعني مقابل انه هو يستقر وغيره يفتش على مسألة الزواج من واحدة من نفس البلد وغيره عشان يرتب اموره، يكون مثلا خلاص يعني في الدراسة متعثر وتأخر، ودوه انذار انذارين وقالوا خلاص مرات يدوك الإقامة في ورقة، ونفسياتك بتتعب حتى لو عندك امتحانات ما تقدر تركز فيها. في مشاكل كثيره في الحته دي الواحد بيحب ينبه لها. يعني المساله بالنسبه لي انا شخصيا زي ما قلت لك، لانه مشيت اوريدي كنت ماتيور، فما كان مساله الزمن بالنسبه لي ما لعبت دور كبير. يعني انا ما كان لازم اخلص الماجستير في سنتين او في سنه ونص. ليه؟ لانه ماشي بهدف غرض انه انا دار اصل لليفل انه ابقى كواليفايد عشان لما اقدم لشركه هناك ياخذوني. ده كان التارجت بتاعي حتى من الدراسة ولا من ففي يوم من الأيام كان في ناس شركة مايكروسوفت عملوا عرض إنه دارين يأهلوا 1000 طالب للشهادة بتاعت المايكروسوفت سيرتيفايد سيستمز إنجينير MCSE. كان ظهرت جديد، كان ظهرت جديد الوقت ده، وكان الويندوز NT لو متذكر، ورك ستيشن والNT سيرفر والHTTP سوري TCP TCP/IP والإنترنت إنفورميشن سيرفر والبروكسي. المهم قالوا اللي بنتحل الامتحان الاول كويس لغايه يوم كده، الخمس امتحانات الجايه دي كلها منحه مننا، هديه بالتريننج بتاعها باي شيء. نعم. فطبعا ده كانت فرصه بالنسبه لي، لانه انا داير احول خلاص على الزول بتاع IT. جبت كمبيوتر في البيت وبديت اشتغل واتدرب وغيره بالباك جراوند بتاع البرمجه بتاعي الخاص بالالكتريكال انجينيرنج. والالكتريكال انجينيرنج طبعا يعني مجال صعب، يعني انت لو if you go through it يعني ممكن بعد ده اي حاجه بتقدر. وبعدين الواحد طالع فيت يعني من الدراسه، يعني لسه مخه كان هسه خلاص يعني مضطرد. فمشينا شفنا المطلوب، كان الاساسيات الفاونديشنز، مشينا لقينا الكتاب ضخم طبعا، لكن ولا فيه ساين ويف ولا فيه معادلات تفاضليه ولا فيه الهيدك بتاع الجامعه، لقينا كله كتابه كبار كده وصور جميله وبتاع. قلنا خلاص بعد ده ما بيحجزنا من الكتاب ده، شفته الا النوم الا الكريم الا النوم. فكانت فرصه، مسكنا الكتاب يا زول قريناه وكسرناه صح، ومشينا الامتحان الحمد لله توفقنا فيه. بعد ده فتحت اول نافذه يعني بتاعت جميله كده للامتحانات الوراء. فالمهم اخذناه ورا بعض. المحطه قبلها كانت في شركه شيندلر للمصاعد، كان اشتغلت عندهم مشروع بتاع برمجه بتاع مصاعد. ده كانت اول من اول الخطوات بالنسبه لي ان الواحد يشتغل في مجاله، يعني بعد ما اشتغلنا في الشغل بتاع العربات والشغل اليد وكده. فالشغل بتاع شندر ده كان مهم جدا بالنسبه لي، لانه برضه كان عملت فيه شغل ممتاز واخذت فيه شهاده كويسه نفعتني بعد ذاك
يعني كان التكتيك انك اول ما تخط رجلك باي طريقه خطيت رجلك تقوم تبذل مجهود ضخم تتميز عشان تمهد للخطوه اللي وراها. نعم. فهذه كانت خطوه مهمه جدا شندلر دي اشتغلت فيها زي 6 شهور وعملت لها زي ريكوجنيشن على اساس انها تبقى تريننج بتاع الجامعه وكان شغل يعني كستودنت. فدي ما حدث لي ثاني بعد ما خلصت الكورسات بتاعت الام سي اس اي اشتغلت في سيستم هاوس في برلين نفسها وانا بتكلم معاهم قلت لهم خلاص شوفوا لي بعد شنو يعني هم كانوا مبسوطين من الشغل اشتغلت برمجه بتاعت اي ار بي سيستم وريبورتنج قلت لهم خلاص اعملوا لي كونتراكت بيقولوا ما مرتاحين لانه طبعا وضعي ما يعني الاقامه بتاعتي ما بقدر يقول لي زين عمل الا بكفاح شديد جدا ويثبتوا انه يعني زول ده عقليه نادره وفي المانيا ما في زيه وغيره وغيره. بعد ذاك لما جاء المستشار شرودر في سيبت تكلم قال خلاص احنا هنفتح مجال للاكسبرتيز وغيره وغيره. احنا الفتره دي كنا بنقدم هنا وهناك بشهاداتنا وبالشهاده بتاعت الام سي اس اي وكده. بيجينا يعني يقول لك والله احنا محتاجين لك لكن ها والمشكله بتاعت الاقامه عندك اقامه ولا ما عندك تقول لي ما عندي بقوم شنو بتراجع. اول ما ظهر الكلام بتاع شرودر وفتحوا المجال بتاع سموها الجرين كارد كنا احنا جاهزين. بعد كده العروض بدات تنهال يعني علينا انه انت خريج بتاع جامعه وبعدين بالمناسبه في المانيا بيدرسوا الجامعات نسبة بسيطة ما زي عندنا في السودان يعني الأكاديمي ده زول الأكاديمي ده يمكن 30-40% بالكثير القوى العاملة هم عندهم شهادات أكاديمية لأن التعليم الفني عندهم قوي جدا صح فعلا أيوه قد لا تحتاج له يعني أنا فوجئت مرة إنه البوس بتاعنا في سيمنز تعليم فني ما عنده حتى بكالوريوس صح باقي مديرنا بقى فهم عندهم زول بيتربى في المؤسسة من التعليم الفني بيستوعبوه بعد ذلك بيتدرج لو لقى امكانيه بيمشي بيدرس بالجنب بيعمل له دبلوم في كده ودي من الميزات اللي عندهم انه لما يتعلم تعليم فني وبعد ذلك صعيد لدبلوم اكاديمي بيكون يتاسس اساس صح بالضبط كده ايوه ده سر التفوق عندهم واغلب الناس الديفلوبرز هم من النوع زي ده يعني يتدرب في المؤسسه سواء كان في الفلوكس واجن سواء كان في المرسيدس سواء كان في الـ BMW أو في شندلر أو في سيمنز ويبقى من المؤسسة خلاص. فمرة كان في واحد زميلنا في سيمنز قال بيحتفل بالذكرى السنوية يعني ذكرى السنوية أو مرت له سنين في سيمنز يعني عملنا كيك كده وجاب احتفال وبتاع. المهم بسأل قلت لها عملت كم سنة في سيمنز وكده متخيل يقول لي 15 سنة 20 سنة هم كل 10 سنوات بيعملوا الاحتفال ده يعني 10 سنين في 20 سنة متخيل تكون 20 سنة فقام قال لي 46 سنة والزول شكله يعني يدي الحيطة بنية برميل يعني قوي يعني هو بدأ من عمره 16 سنة الوقت ده عمره 56 سنة من عمره 16 لغاية 56 قاعد في سيمنز 46 سنة فعندهم الحكاية أنك تبتدي من بدري وتواصل بعد ما تزول بيسألك أنت أكاديمي ولا غير أكاديمي ولا غير صح. لكن أنت لو جيت لهم شهادة أكاديمية دي بقيموها جدا جدا وبخطوك في ستيتس معين من التعيين البداية. فلما بدينا نقدم هنا وهناك بدينا نحن بعدها أنا الاستراتيجية بتاعتي كانت أنه داير لي شركة عالمية على أساس أنه الواحد ما داير يقعد فوريفر هناك عنده قرض داير يقضيه وبعد ذاك داير يتخارج. نعم. كان التارجت بتاع الواحد يفتح اوبشنز في الدول العربيه عشان كده كان جات عروض من عده شركات فيها شركات صغيره وكبيره من ضمنها كان العرض بتاع سيمنز فعملت كم انترفيو 1-2-3 والمهم كانت فيها حاجات فيها تشالنجز يعني كثيره لكن زي ما قلت لك مساله اللغه برضه نفعت الزور فأنا هتوقف إذا عندك مداخلة لا بالعكس يعني دي يعني أنت أشرت لإشارة جميلة جدا جدا اللي هي التعليم التقني والمهني دي من الحاجات أنا كنت قاعد بعمل في بحث أو جزء من البحث بتاعي عن التعليم التقني والمهني فلقيت إنه في ألمانيا نسبة الأكاديميين 15% يعني الناس اللي مشوا جامعات من البداية وعملوا بكالوريوس وماجستير وكذا 15% بس مع أنه ألمانيا دي الاقتصاد يعني ممكن
من الاقتصاديات الكبرى في العالم، يمكن ثاني أو ثالث اقتصاد في العالم. فاعتمادي الكلي على التدريب التقني والمهني، ودي واحدة من مشاكلنا احنا في السودان. يعني احنا في السودان لما الواحد يقول لك والله ده مشى مدرسة صناعية، يعني ده خلاص، يعني كأنه خلاص بعد ده بقى ما نافع يعني. فدي الحاجة دي مفروض نحن نفطن لها ونبدأ ندرسها ونعالج المشكلة من جذورها. يعني المدارس الصناعية، المدارس الفنية دي لازم ترجع. يعني اتفضل يا باشمهندس. سيمنز طبعا هي مدرسه، بعدين فيها خيارات كثيره. دي كان من الحاجات اللي خلت الزول يختارها. كان في خيارات ثانيه في فرانكفورت، كان في جماعه هم كان شركه بين زي كونسورتيوم بين دوتش تيليكوم والمرسيدس، كان شغل بتاع داتابيز واوراكل وكده، لكن انا فضلت سيمنز، كان شغل بتاع تيليكوميونيكيشن. ومن هناك بدات العلاقه بين الاي تي والتيليكوميونيكيشن. التليكومنيكيشن فيه جزء مهم جدا في الاي تي بيسموه الاو اس اس بي اس اس. فالقسم اللي كان دخلنا فيه كان مختص بالزاويه دي، وكان انا كنت انترستد جدا فيه لانه بدينا نتدرب في الموضوع بتاع البيلينج، الفوتره، الاونلاين شارجنج، الباوتشرز، الكاستمر كير، في حاجات كثيره جدا لها علاقه بالبزنس اند تو اند. والمجال بتاع الاتصالات طبعا مجال واسع وكبير جدا. المجال بتاع الاي تي برضه مجال واسع وكبير. الواحد داير يقول انه مجال الاي تي استهواني ليه؟ لانه ما مجال محصور. يعني انت الليله ممكن تشتغل في سيستم بتاع هيلث كير وتعرف البروسيسز بتاعت الهيلث كير، وبكره تتكلم عن سيستم بتاع بترول، وبعد بكره سيستم بتاع اتصالات، وبعده سيستم بتاع تعليم، وهكذا. فانت بتكون بتتنقل تفهم اللوجيك بتاع البيزنس اند تو اند، وخاصة لو اشتغلت في البرامج بتاعت الانتربرايز انت خلاص انت ماسك العظم بتاع البيزنس نفسه. من ناحية بتاعت الكاستمر اكسبيرينس اند تو اند انت في البيزنس موجود. ده بالنسبة لمجال الاي تي. فبيجي السؤال انه هل هتواصل انك انت تشتغل في البرمجة في الجانب التكنيكال ولا تمشي في الجانب بتاع البيزنس؟ طبعا الاي تي فيها جزئين، انك انت تبرمج تكتب كودينج، او تمشي في الجانب بتاع البيزنس اللي هي المرحله ما قبل الكودينج، اللي هي الجمع بتاع الريكويرمنتس والاناليسيس بتاعت الديماند بتاع الزبون وموائمتها مع المطلوب لغايه ما توصل لمرحله الكودينج. في مجال ثاني اللي هو موضوع البروجكت مانجمنت، المواضيع بتاعت السيلز والماركتنج كلها بتدور حوالين البرودكتس حقت الاي تي والبيزنس عموما. وعندنا موضوع هسه حنجي له في موضوع الديجيتال ترانسفورميشن، لانه موضوع شيق جدا في تداخل كبير جدا جدا بين الديجيتال تكنولوجي والبيزنس، بحيث انك ما بتقدر تفصلهم anymore. زمان الناس كانوا بيقولوا انه الاي تي سبورتنج ذا بزنس، لكن الان بقى الديجيتال هو البزنس. ليه؟ لانه بقى في البزنس موديل ما بتقدر تفصله انه والله ده اي تي وده ما اي تي، ده ديجيتال وده ما ديجيتال. بقى في تداخل كبير جدا لدرجه انه اي انسان اذا هو بيفهم شويه في الديجيتال تكنولوجي البزنس بالنسبه له كباك جراوند ديجيتال تكنولوجي، بقى البزنس بالنسبه له ده حيكون ادفانتج كبير جدا جدا لما يدخل في المجال بتاع البيزنس حقه. هسه ولدك الصغير لما تساله هتقول له يا اخي عايز تبقى شنو؟ اقول لك داير ابقى يوتيوبر. معي؟ ايوه صح. ما كان في وظيفه اسمها يوتيوبر. معي؟ فالمحطه بتاعت سيمنز هي مدرسه كان بالنسبه لي، وزي ما قلت لك الواحد دخل بشغف كبير ولقى بحر من الخبرات ومن التكنولوجي ومن الناس ومن العلوم من غيره من غيره ممكن تتعلم منه تتدرب، لدرجه انك مرات بتغرق يعني اذا ما عملت اورينتيشن لنفسك. صح. من اهم الدروس المهمه الكلتشر بتاعت الشغل اللي بتتعلمها. يعني انا دائما بقول للشباب هنا لما تبتدي الكارير بتاعك ابتدي في الحته الصح ومع الناس الصح وفي الانفايرمنت الصح عشان تبدا صح وتستقيم، تأسس نفسك من البداية أساس سليم. نعم. لو بديت بأساس غلط بعد كده صعب لقدام تقدر تصلحه. صح صح. ودي مشكلة الورك كلتشر عندنا في السودان هنا في مرافق كثيرة جدا جدا، سواء كان الكاستمر اكسبيرينس، سواء كان الكاستمر كير بتاعهم، التعامل مع الكاستمر، البروسيسنج نفسه، المسؤولية، الاونرشيب للتاسكس. في حاجة كده يعني بعيدة شوية مننا اسمها work extra mile. work extra mile يعني bridge all the gaps. ما في حاجة تقع في النص. انت اذا شعرت انه الكاستمر محتاج لخدمة حتى لو ما كان في حتتك في شغلك،
قوم اعملها اليوم. نعم معي؟ فاذا في اتيتيود بالشكل ده بالعكس انت ما حتلاقي جاب، حتلاقي في تقاطعات، حتلاقي اوفرلاب. لكن هنا عندنا العكس، انه الجابس كبيره، كل زول بيشوف مسؤوليته وحتى بيقلصها اقل منها، عشان كده بتلاقي جابس كبيره. هناك في اوفرلابس، دي حاجه. الشيء الثاني انه في ناس كثيرين هناك تعلمنا منهم، يعني بالصرامه بتاعتهم بالالتزام بتاعهم الشديد وحتى اسلوبهم المباشر يعني في الفيدباك نفسه مرات لدرجه يعني فيها نوع من الشده والحده كويس، لكن بيديك الفيدباك بالقواعد حقته، بيقول لك الحياه كويسه في الاول، وبعدين بياخدك براك في الغرفه وبيتكلم معاك، والقرصات بتوجعك لازم تتعلم منها. نعم تتعلم كثير، وخاصه في الكلشر بتاعتنا، كلشر مختلفه. مرات كثيره انت بيكون عندك مواطن بتاع قوه لكن تتفهم غلط. هاي يعني انت هامبل، انت هادي بالنسبه اليوم، انت يعني الحركه بتاعتك والديناميك بتاعك يفهموه بطريقه مختلفه. هاي هم الديناميكيه بتاعتهم اعلى مننا. هاي انت بتكون انت فاهم الوضع لكن الرياكشن بتاعك هم ما متعودين عليه. نعم ممكن التواضع والادب اللي عندنا يتفهم عليه مضاعف. انت لازم تثبت الكلام ده انه غلط، انه ده ما ضعف. فانت لغايه ما انت تقدر في البيئه بتاعتك توريهم ان الكاركترستكس بتاع شخصيتك ويفهموها وياخدوها زي ما هي، ده تحدي وبياخد زمن. وانت ما حتقدر تطلع من شخصيتك وتتقمص شخصيتهم ات وانس. والشعب الالماني ما زي الفرنسيين والانجليز، ما متعودين على الاجانب من بدري، ما هي يعني جهه او كانت وجهه بتاعت اجانب من زمان، ولا كانوا حتى مستعمرين وقعدوا في افريقيا والدول الشرق الاوسط كثير، واحتكوا بالناس ديل زي الانجليز والفرنسيين وغيرهم. فمن هنا بتبقى الصعوبه بتاعت الاندماج مع الالمان كبيره جدا جدا، اضعاف اضعاف مع الفرنسيين او مع الانجليز. يعني برجع لك للنقطه بتاعتك من البدايه بتاعت الاندماج والتعدد الثقافي والمساله دي. كنا سكننا في سكن بتاع طلاب، ودي برضه كانت حاجه كويسه، المطبخ مشترك، تمشي تطبخ فراغ وتلاقي ناس قاعدين في ترابيزه، ديل برتغاليين، ديل طليان، ديل هنود، ديل صينيين، كل واحدين قاعدين في ترابيزه بيتونسوا، ده بيتونس معاك شويه، ده بيتونس معاك، ده بيعرف عاداتك، ده بيشوف الطبيخ بتاعك شكله كيف، بنتكلم بنتناقش مرات في حزازيات بتطلع وغيره وغيره، اشياء كثيره جدا، تفاعلات كثيره جدا الواحد بيطلع منها بمجموعه كبيره جدا من الخبرات، ويعرف كل جنسيه شكلها كيف، يتعامل معها بها بطريقه اللي بيجيبها شنو ما بيجيبها شنو، تقدر تقيس على هذا الاساس. فبالنسبه للشعب الالماني هسه حاليا اتخيل يعني تحسنوا كثير من زمان، قبل 15 20 سنه. ودي نقطه مهمه جدا جدا برضه، اذا عندك مداخله انا ما عايز اطول، حنحاجي لها في الفقره الجايه، مساله التنوع الثقافي ومساله التربيه ومساله نشاه الاطفال، دي حاجات مهمه جدا جدا، والواحد يتعلم منها اشياء كثيره جدا جدا. نعم يديك العافيه والله. طبعا يعني ما تتخيل يعني الكلام اللي انت بتقول فيه ده يا باشمهندس، يعني انا بتمنى طبعا احنا هنحطه في اليوتيوب ونشره لكل الناس وكده، لكن انا بتمنى لكل الشباب، لانه احنا الساعه التعب اللي بنلعب ده كله للشباب. بتمنى يا جماعه اي زول عنده زول حريص عليه وعايزه يستفيد، رسلوا له انا ما يعني انا ما بتكلم زي الناس المثل بتاع اللايفات بيقول لك الشير الشير عشان، لا 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 لا، انا بتكلم من حته مهمه جدا جدا، لانه الليله باشمهندس طارق يا جماعه يعني قال لنا العصاره بتاع تجاربه يعني بكل شفافيه وبكل وضوح. فاي زول اي زول يعني عايز يستفيد من عايز يسافر برا، عايز يقرا، عايز ينجح في حياته، فاسمع اسمع الونسه دي الليله، فالكلام جميل جدا جدا وكلام مهم. عشان كده انا ذاتي ما قاطعت الباشمهندس، خليته على راحته، لانه عارف انه النقاط اللي ذكرها دي كلها حاجات مهمه جدا جدا، وهو ذاته عارفها مهمه، عشان كده يعني حبر ليكم يعني. فكتر خيرك باشمهندس، وواصل ما عندي اي مداخل مقاطعه يعني. طيب من الاشياء المهمه برضو انه الواحد يكون اكتيف، يكون حي في مجال الشغل بتاعه. يعني من المقولات الجميله بقول لك يا اخي، السلم الوظيفي ما سلم كهربائي.
يعني ما زي الصوره النمطيه اللي تعودناها زمان، انه زول الليله في درجه كده، السنه الجايه في الدرجه الكده، في السنه اللي بعدها في الدرجه الكده، السنه اللي بعدها في الدرجه الكده. بالاكاديميه يلقى نفسه بقى رئيس حاجه كده ولا غير ولا ناين. نو ذيس از نوت ذا كيس. انت يعني هسه التقييم الحديث بقى فيه فاكتورز كثيره، وهسه في السودان برضه بيستخدم. يعني انت تكون كرياتيف في حتتك، تجيب افكار جديده، وكل ما انت اذا بره كمان التشالنج بيكون اكبر. ليه؟ لانه ده مجتمع يعني الاورينتيشن بتاعه كله في الانتاج وفي العمل. يعني احنا بنوزع حياتنا شيء اجتماعي وشيء سياسي وشيء ثقافي وشيء انترتينمنت وغيره وغيره. الانسان الالماني الفوكس بتاعه اغلبه في الكارير، في العمل بتاعه، في الانتاج، والمقياس بتاعه في الانتاج. مجتمع صناعي بحت. مجتمع صناعي تركيبته الثقافية والاجتماعية مختلفة عن التركيبة حقتنا نحن، والأولويات بتاعته مختلفة، تشكيلة حياته نفسها مختلفة، لدرجة أنه مثلا إنجاب الأطفال نحن بننجب عادي 4 و5 و6 بدون ما نخاف. هو لما ننجب الأول يجي للتاني بلاوز. ليه؟ لأنه بيحسب أشياء كثيرة جدا. فهم من النشأة بيعدوا الطفل إعداد مختلف عننا، بيدوا للمجتمع الصناعي. زي ما قبل تكلمنا عن السير بتاع المصنع، السير بتاع المصنع في ألمانيا ده المجتمع كله ماشي عشان يحصله، المجتمع كله جاري عشان يحصل سير المصنع. السير ما بقيف، انت تضبط نفسك على السير. السير متحرك، حينتج عدد البرودكت، الكميات الحينتية حينتية كويس. انت دي مشكلتك، اذا مريض تاخذ اجازة، إذا تعبان تأخذ إجازة ترتاح وتجي كويس، تعمل رياضة كويس، تتغذى كويس، تنوم بدري، ما في حيز ما كهرباء قاطعة، ما في حيز ما موية قاطعة، ما لقيت أستحمى، المواصلات ما في تأخرت، ما في أي عذر. ما لما في ناس لما يكون ما عنده عذر بخاف كويس، وهذه المشكلة هناك إنه ما في عذر. أنت تحصل السير بتاع المصنع لأنه بيتحرك الساعة 6 صباحاً، أنت تكون واقف وجاهز، وبيقيف الساعة 2 لما خلاص تيجي الوردية بعدها 10 دقائق لغاية ما الوردية تستلم. ده المجتمع الصناعي بيتفاهم كده. حتى في الأعمال الأخرى عندك KPI معين لازم تعمله، لازم تشتغل. فالمسألة دائرة ديناميكية، دائرة إبداع، دائرة كرياتيفيتي، وكل مستوى بتحدياته. فأنت هنا بتنتج برودكتس رقم نمبر 1 في العالم. هاي التنشئه بتاعت الطفل في مكلفه جدا جدا. الطفل الصغير من الروضه يبتدي يشوفه مشاكله شنو، بيجري كيف، حركه رجلينه كيف، حركه يدينه، طريقه النطق بتاعه، الكلمات اللي بيعرفها والما بيعرفها، الطاعه بتاعته، الديسيبلاين، الكونفليكت، التيم ورك، دي حاجات احنا سمعنا بها في الشغل، هم من الروضه بيعدوهم ليها. صح. فدي قصة أنا بحكيها طوالي. لما تجي المربية تكلم مع الأب يقول له يا أخي ولدك ده ما يخش المدرسة السنة دي. قال له يا أخي تم 6 سنين. قلت له برضو ما يخش المدرسة، عنده لغاية 7 سنين يخش المدرسة. ليه؟ لأنه لما نقرأ له القصة ما بيقعد بنط في الكرسي، ما مستقر. لازم 10 دقائق على اللي قال يسمع القصة. لازم لما نقول لهم البريك انتهى تدخلوا الغرفة، الجروب يجي يدخل، يكون عنده ديسيبلاين، يكون قدر سنه. لكن ولدك قلت لي لسه طفولي، لما نديه اللعبه عشان ينتهي منها بازل ولا كده بيعمل له حركتين وبيرميها ويمشي يشوف له لعبه ثانيه. لا، كل حاجات لازم نعالجه فيها قبل ما يخش المدرسه. ده بيسموه الاعداد لدخول المدرسه. ده عندهم برنامج براهم، عندهم مشروع عديل كده بينتهوا منه قبل ما يخش المدرسه عشان يضمنوا انه عنده البيرسيفيرنس بتاعه وانه بيقدر يركز. ليه؟ لانه لما نخش المدرسه بعد ده خلاص هو عنده ماتوريتي ليفل معين، لازم بمقياس معين وبمري اناليسيس لكل القدرات دي. نعم. فده اعداد. يعني احنا هسه عندنا المشاكل اللي عندنا في 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 الشخصيه السودانيه وفي شخصياتنا عموما كلها عندهم ومكتشفينها وعارفينها وبيعتبروها جابس وبيبتدوا يعالجوها من الطفوله. ده غير بعد ذاك الشغل بتاع المدرسه وغيره وغيره. فعشان كده الطفل برضه لازم يمشي يحضر حصص بتاع الموسيقى، ولازم لو قدرت توديه يركب الخيل ويتعلم السباحة ويعمل رياضة ويتعلم لغة ثانية ويسافر ويمشي مع أصحابه عشان يكون اجتماعي. فالمهم مرة زوجتي بتتكلم قلت لي يعني هو داري يطلعوه بطل العالم ولا شو؟
قلت لها ايوه نعم، هم ابطال العالم. فلا عمليه مرهقه جدا عمليه التربيه هناك. ليه؟ لانه صح انت الفرد هناك لازم ما يكون عالة على المجتمع، بالعكس المفروض يكون فاليو للمجتمع. حتى ذوي الحاجات الخاصه كويس بيصنفوهم بحيث انه هو يكون اندبندنت، بحيث انه الطفل نفسه يقول له يركب العجله يمشي المدرسه ويجي بالعجله، ما تجيبه بالعربيه، ما تعمل زحمه، ما تعمل في تلوث، امشي بكرعينك، علم على الحركه، علم على الرياضه، ما في عرب، ما تستخدم العربات، استخدم العجله. كويس. الشيء الثاني والمهم انه المشكله تواجه، يعني انت في الشغل في مشكله، ما في ديس وغطغطه، لازم المشكله تتخطى فوق الترابيزه. ومرات بتشعر انه لما يكتشفوا انه في مشكله بيفرحوا، لما انت تحين على المشكله ذاتها كثرة ما بيناقشوا المشكله بيفطسوها عديل كده يعني. لكن بالتفاصيل يفتشوا على المشكله وين. ليه؟ لانه هم ان كنترول في السيستم حقهم كله. نعم السيستم اند تو اند دوكيومنتد، السيستم اند تو اند معروف الرولز بتاعته وين ومعروف المداخل والمخارج. عشان كده لما تحصل بق في السيستم ولا في البرنامج بيكونوا فيري انترستد وفيري كيوريوس انه البق ده حصل كيف؟ احنا واقفين في الموضوع ده 24 ساعه، كيف يحصل البق؟ فده الفريق انه they are in control على السيستم بتاعهم. حاجه ثانيه مهمه جدا في سيمنز انها هي بيسموها بروسيس هاوس. كان طبعا هسه في الديليما بتاعت البروسيس وبقت في حياه جديده زي الاجايل. زمان كان بيقول لك لازم تتبع البروسيس، والبروسيس الالمان ديل متعصبين جدا فيها. تمشي بالبروسيس، لو طلعت من البروسيس كده ولا كده بتلاقي مليون واحد يديك في راسك. يعني زي احكي قصه كده بس مهمه جدا. لكن بعد فتره طويله جدا من العيشه في المانيا قلت خلاص انا ابقى زول صديق للبيئه على مستوى الناس ديل، وافصل القزاز ما اخذته في مع النفايات الثانيه. كويس. لانه قالوا القزاز عنده كونتينرات براو. طبعا بعد فتره طويله تعلمنا انه نفرز الحاجات الريسايكل والورق بتاع الجرايد براه والحاجات الثالثه، زي عندهم ثلاثه اربعه انواع زي ما انت عارف. نعم. قلت القزاز ده بقى ما حرميهم مع باقي النفايات، حافصل براه. عملت لي كيس وجمعت فيه القزاز كله يا زول، وقمت يوم كده الصباح فاضي ما عندي شغل، شلت لك القزاز ده وقلت امشي للكونتينرات. لقيت انه القزاز ذاته ما نوع واحد، ثلاثة أشميوت. واحد بني، واحد أخضر، واحد الشفاف الأبيض ده. أيوة. إحنا طبعا أغلبه بيكون أبيض، يعني البني ده تعرفه عشان حق شنو يعني. فبدأت بفخر شديد جدا يعني، خلاص يعني بقيت خواجة، يعني بقيت أشيل القزاز وكش كش كش أشيل أرمي في الكونتينر. ها واحد طلع راسه من الشباك بقى يجوط فيني، يا زول أنت ما عارف شنو بتاع، فيش يا زول، وانا شايف نفسي بقيت مواطن صالح يعني. قال لي كده عايز نقرا اليافطه الصغيره المعلقه في الكونتينر دي. لما قريت في مواعيد محدده لازم ترمي فيها، واليوم ده كان يوم احد، يوم الاحد ممنوع ترمي من الساعه مثلا 9 صباحا لغايه الساعه 5. ليه؟ لانه في الوقت بالليل الكشكش دي بتقوم تزعج لها زول. فحتى حسابات دقيقه جدا. ايوه. فده داير يوريك انه يعني البساطه اللي احنا بنتعامل بها مقابل التفاصيل حقتهم. ده مثال صغير يعني، طبعا في امثله كثيره جدا في الشغل وفي غيره. فهنا كنا بنقول كله عند العرب صابون، يعني احنا بنستعمل صابونه واحده وهم عندهم 20 نوع من الصابون مثلا. فدي يا دوب احنا التعقيدات دي بدات تدخل في حياتنا، لكن زمان حياتنا بسيطه جدا بالنسبه لهم. وقيس على ذلك فالمجتمع الصناعي حتى التفاصيل بتاعت القوانين، عشان انت تفهم لك قانون وقانون مشرع متشرع من قانون، وده للحالات الخاصه الفلانيه، وده للحالات لدرجه انك داير لك محامي في اي حاجه ابسط الاشياء، داير لك محامي. يعني هسه انت الشقه بتاعتك دي يا دكتور لما تيجي تسلمها اقل خدشه فيها حيعمل لك فيها مشكله. صح. عشان كده لما تستلمها تكتب اي حاجه زي ما هي. أيوة. يعني والله استلمت اكيد، عشان بعدين حيغرمك 200 استرليني بيجا و20 استرليني. اسمع دائما احنا شايلين مننا الديبوزيت دائما طبعا. فالمساله بتاعت البروسيسز دي هم يعني كل ما اقعد في اي اجتماع انا داير اخش في الجانب التكنيكال، يقول لك لا ستوب كده في اللون، نتفق على البروسيس. لما اتفقنا على البروسيس ما حنتكلم عن التفاصيل التكنيكال ديتيلز دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي. فعندنا هيرليسنش ده كان زول
ألماني شوية يعني، ألماني صح يعني جد، لكن من النوع بيشوف يعني بيحاول يدي الناس الفرص، ما تفكيره مختلف. ممكن يشوف لي زول هادي كده يقول لك ده، يقول يمكن عندك فكرة، ما بيسمع كلام الناس اللي بيجعجعوا بس ويكتفي، لا لا بدي يزول فرصته. فكان من النوع اللي بيدعمني شديد يعني في الحتة دي، ومن الناس اللي يعني فعلا أفادوا في إنه يترجموا الثقافة بتاعتي مع باقي التيم، وفادني شديد جدا في الحتة دي. فهير ليسنش ده كان هو المسؤول بتاع الأوبريشن. الأوبريشن ده السبورت، فعندك الديفلوبمنت قال لك ممنوع، ما في زول عنده مشكلة يتصل بالديفلوبرز، ممنوع. خدت الديفلوبرز في غرفة براهم في مبنى بعيد، وشال أساميهم، شال أرقام التلفونات بتاعتهم من الأكتيف دايركتوري، حتى ما تعرف تلفون الديفلوبر ليه، عشان تمشي بالبروسيس. عندك مشكلة تبلغ بالسيرفيس ديسك، السيرفيس ديسك يعمل اسكاليشن براهم انترنالي بالاس ال اي، يقول لك الحل بتاع المشكله بتاعك ثاني يوم ولا بعد نص ساعه ولا بعد ساعه حسب البريوريتي بتاعك. نعم، اتشين اوف كوماند بالضبط كده. فالزمن ذاك طبعا الحكايه كانت لسه جوطه، وزور يرسل لزول ايميل وضرب لي تليفون عليك الله عمل لي بسرعه، وفي تشينجز بتحصل وما في زول جايب خبرها، بتوقف السيستم كويس، وعنده حاجه اسمها نو بودي. النو بودي ده هو زول اللي بيعمل التشينج، وما في زول بيعرف العمل التشينج ده منه، يكون عمل مشكله في السيستم يسمينه نوبودي. طبعا اي زول بينكر بعد يقول انا ما عملت ليه، لانه في جاب في البروسيس، ما اي زول ملتزم بالبروسيس جايب له زي 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 بندقيه كده بتاعت لعب معلقه بوراه في المكتب بتاعه. قلت له ليه شنو دي شنو، قال لي شفت اي زول يطلع من البروسيس برش خاطيها كده كرمز يعني. فهم في الحته دي كانوا اكستريم معي يعني، بروسيس للاوردر مانجمنت، للكاستمر كير، بروسيسز للسبورت، بروسيس للديفلوبمنت، حتى الفي الديفلوبمنت بتاع السوفت وير لايف سايكل الفي دي الموديل دي هم حقت الالمان اخترعوها هم. فكانوا متمسكين بالموضوع ده شديد جدا، لغايه ما هسه طبعا طلعت المواضيع بتاعت الاجايل، بقت موضوع انك تلتزم بالبروسيس التزام حرفي بقت من العيوب. ليه؟ لانه سيمنز طبعا محافظه جدا يعني، كان دكتور في الحلقة الفاتت بتكلم عن الجامعات العريقة والجامعات الكبيرة، بقول لك مترهلة. فده من أسباب الترهل في المؤسسات الكبيرة، إنه انتظر البروسيس، انتظر البروسيجر، انتظر السيركي، انتظر انتظر انتظر، بتلاقي في مهلة في الوقت. الأجيليتي جاهز عشان تعالج المشكلة دي كويس. فالآن إحنا هسه بنتكلم عن الأجايل، ونحاول ندخل المفهوم ده في الديجيتال ترانسفورميشن، إنه موضوع البروسيس كويس حتى في البروجكت مانجمنت. هم انا سيمنز عندهم حاجه اسمها بي ام ات سيمنز، ده حلونا فيه، واخذنا 18 يوم كله 3 يوم موديول ل 6 موديولز، وكل موديول بيكون في فندق وفي منطقه مختلفه. فكان مره يوم عندنا اوت دور ايفنت، بدايه شغلنا في سيمنز، وانا اول مره اعرف حاجه اسمها اوت دور ايفنت. هذول مشيت قاشر ولابس الجاكيت بتاعي ولابس جزمه كيف كيف، نمشي القى لك الناس كلها لابسه سبورت. والأوتدور إيفنت جابوا لنا فيه ياهو الحبال ديك وتجور الحبل وتجردل والموية والكلام ده، أول مرة يعني الواحد يشوفه ويسمع به، وأنا ماشي لابس جزمة بيزنس كاجوال ولابس بنطلون يعني، بيجي شكلي بصراحة كده كان. فالتريننج بتاع البروجكت مانجمنت برضو ليه دور كبير جدا بالنسبة لي. بعد ذاك امتحنت الامتحان بتاع البي ام اي الأمريكي، بعد كده اهتميت بموضوع السيرفيس مانجمنت، لأنه كان في المشروع بتاع الحاجة اسمها الفولو ذا صن بداياته، اللي هو السبورت اللي بيكون ديستريبيوتد تيمز، ودي كانت مهمه جدا. برجع برضه لموضوع الانتجريشن والموضوع بتاع المالتي كالتشرال اكسبيرينسز والفيرتشوال تيمز والديستريبيوتد تيمز، دي كانت ظهرت جديده في الوقت ده، ودي كانت من الحاجات المهمه. عشان كده انا انضميت للانترناشونال تيم عشان اكتسب الخبرات دي. بقينا بدايه الشغل بتاع الفيرتشوال تيمز، وتشتغل بالفيديو كونفرنس، وتشتغل تعمل ستاندردايزيشن. بقينا كل السيستمز بتاعت سينس سبسيديريز الموجوده في العالم، في سنغافور، في امريكا، في فنلندا، في غيرها، عملنا لها كونسوليديشن في سيستم واحد قاعد في ميونخ. ده العصر اللي قبل الكلاود، فكان اسمه الستاندردايزيشن. في حاجه ثانيه طلعت اسمها الاوفشورينج، انك انت تشيل الشغل تخليه في المناطق اللي هي فيها العماله رخيصه. نعم، رخيصه زي الفلبين وزي الهند. نعم، هذه برضه موضوع الكوميونيكيشن كان بيلعب فيها دور مهم جدا جدا، لانه بيجيبوا الهنود يعلموا اللغه الالمانيه. فدي بدايه كان تعرفي على اداره المشروعات، بديت ادير مشروعات. وفي اللحظه دي طوالي كان هم عندهم الترقيات زي ما قلت لك، هي ما سلم كهربائي، لكن ستيب باي ستيب بتطلع فيها.
في قفلة كده بتجي لازم تقعد لجنة وتقرر إنك أنت هتاخد هتبقى هتمشي الخطوة اللي وراها ولا لا. هاي ففي الحتة دي كان بالنسبة لي قرار مؤثر جدا أو مهم جدا كنت منتظره واشتغلت عليه واشتغلت عليه كثير جدا جدا. جبت أفكار واشتغلت كوميونيكيشن هنا وهناك. المهم القرار بالنسبة لي طلع بوزيتيف وقرروا إنه خلاص يدوني السينيوريتي. أنت بقى سينيور كونسلتنت يسموه. الكونسلتنت ده اللي هو مجموعة من الأشغال غير الديفلوبمنت. الديفلوبمنت برا والكونسلتنت ياهو تلاقي اللي هي اللايرز في الانتربرايز اركيتكتشرز الفوق الكودينج. نعم. كلها من حيث التجهيز من ناحية البروجكت مانجمنت الكوميونيكيشن مع الكاستمر الديماند كوليكشن من البرين ستورمنج لغاية ما تطلع البلو برينت بتاع السوليوشن نفسه تقعد تناقشه مع الديفلوبرز. طبعا هسه دخلت فيها موضوع على جاي لكن احنا زمان اشتغلنا بالبروسيجرز بتاعت بي ام بروجكت مانجمنت ات سيمنز عندهم ميثودولوجي برضه مشتقه من البي ام اي الميثودولوجي بتاعت المعهد الامريكي لاداره المشروعات. نعم. فبقيت ادير المشاريع على مستوى الانترناشونال على مستوى سيمنز سبسيدياريز. كان الزبائن بتاعني سيمنز فنلندا سيمنز سنغافور سيمنز يو اس اي سيمنز الفلبين. وكنا بنعيد الزبون على اساس انه يكون كيف اقول انه تسبورت بكل البيزنس بروسيسز والسوليوشنز بتاعته انه تسبورت السيمنز في يو كي سيمنز في يو اس اي والكاستمرز بتاعينهم. هاي اذا في اي جهه بعت لها جهاز مثلا وجهاز فيه افتر سيل سبورت داير يتصل التليفون بيتصل بيلقى بيرفع عليه ولا زول في الهند ولا زول في الفلبين. السيستمز دي اللي هي فولو ذا سن بتبتدي من الشركه هناك لما خلاص ما حلوا المشكله الدي عندهم انتهى بيقوم بيعمل لها ديسباتش للهند. الدي بتاعه انتهى بيعمل لها ديسباتش لرومانيا وهكذا تمشي لغايه ما تصل امريكا وبترجع ثاني. بعد كده في الليفلز بتاعت السبورت ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 لغايه ما يصل الليفل الرابع اللي هو فيه هو المانيفاكتشر نفسه بيرجع عندنا في السنترالز. فدي كانت كومباينيشنز وبزنس مودلز متقدمه ومتطوره جدا في وقتها اشتغلنا فيها من ناحيه بتاعت بروجكت مانجمنت وحاولنا برضو نتعلم من الصناعه لانه سيمنز في الحته دي كانت في السبورت بتاع الانترناشونال سبسيدياريز والستاندردايزيشن. تعلمنا من ناس العربات من المرسيدس من البي ام دبليو البيزنس مودلز اللي بيشتغلوا بها انترناشونالي شكلها كان كيف. لانه كان عندنا مشكله بتاعت البروسيسنج بتاع البرايفت والبيرسونال داتا انها المفروض ما تطلع من البلد فيها ريستريكشنز وفيها بوليسيز كثيره جدا جدا. فهذه كان استقمنا بها في الحته دي. فدي سيمنز زي ما قلت لك مدرسه والواحد يعني قعدت فيها 10 سنوات الحصيله كلها. بعد العشر سنوات شعرت انه اي هاف تو تشينج يعني مع انه الواحد نقل فيها حتت كثيره لكن جات معاه صدفه جميله جدا جدا انه سيمنز حاولت بقت دار تعمل اوت سورس للسبسيدير اللي احنا قاعدين فيها اللي هي الاي تي سيرفيس مانجمنت. قالت دايره تعمل لها اوت سورس لشركه ثانيه لكن طبعا ما كلمونا قالوا لنا كده في 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 عندنا مشكله في الشركه بتاعتكم دي وحنديكم عروض هنديكم اكزيت باكج الدائرة ياخذها ونعمل معه اتفاقية انه يمشي من سيمنز. المادة يقعد وبعد ذاك يشوف في ريسك حيحصل بالنسبة له. يعني حيمشي لكن ممكن بشروط اخف شوية شروط او بميزات اقل. انا ما كان عندي مشكلة لانه اصلا كنت خلاص قررت انه انا اتخارج. وبالرغم من كده في اصدقاء كانوا مشوا سيمنز اندستريال واقسام تانية قالوا لي يا اخي حنفتح وظائف وتعال معانا تمسك بروجيكتس وكده. قلت لهم شكرا جزيلا. خلونا ناخذ القروش دي وتخارج. وكانت قروش سمحه جدا بصراحه والحمد لله يعني الواحد ما طلع منها ساكت يعني في النهايه. ودي من المميزات بتاعت الشركات هناك كمان انه يعني لما يكون في حاجه زي دي انه جزء من الشركه الشركه لاسباب استراتيجيه عايزه انها هي مثلا تتخلص منه بيقوم بيعمل لك حاجه اسمها بليسمنت كومباني. بيقوم بيودوك على بعد ما تتوقع الاتفاقيه دي انك انت خلاص دار تمشي بدوك على الكمباني دي تقعد فيها ما بتعمل اي شيء غير انه يدوك ورش عمل انك تعيد السي في بتاعك وتبتدي تقدم لجوبس جديده. تكون قاعد ويدوك مده بتاع مهله بتاعت كم سنتين. والسنتين دي ما عندك اي مسؤوليات غير انك انت تقدم هنا وهناك وتعمل انترفيوز هنا وهناك وهم بيدربوك وبيدوك ورك شوبس وبيقول لك مستشارين وغيره في الحته دي.
وبتاخد 75% من المهيه بتاعتك الكتب بتاخدها في سيمنز طول السنتين دي. فدي من الاشياء الملفته جدا بالنسبه لحقوق العاملين في الدول زي دي. والنقابات برضو قويه جدا بالمناسبه هناك، ليه؟ لانه يعني كما في نقابات اصلا ما كان حيصلوا لاتفاقيات زي دي، ومرات النقابات قويه لدرجه انه في شركات بتصل لمرحله انها ما قادره تعمل ريفورم لنفسها وما قادره تتخلص من او تقلل من الامبلوي بشروط معينه لدرجه انها هي تفلس، لانه النقابه قويه واقفه لهم في حلقهم. مرات الدولة ذاتها بتتدخل قبل ما الشركة دي تفلس، ليه؟ لأنه العاملين دول حيطلعوا الشارع، حيمشوا وين؟ حيمشوا للدولة. نعم. حيطلعوا لهم في رقبتهم. فهذه من الأشياء المهمة جدا في الفرق بين الحقوق بتاعت العاملين والإمبلوي بين هناك وبين عندنا هنا. الشيء الثاني برضو الفرق بين العلاقة بين الرئيس والمرؤوس. يعني بتذكر الدكتور كان يتكلم عن العلاقة بين الأستاذ والطالب في حلقة قبل الفاتت. هنا أنا بس دار أتكلم عن العلاقة بين المدير والموظف. هنا في كان زي في حاجة اسمها cultural dimension، النظرية بتاعت واحد اسمه هوفشتيد هولندي. واحدة من الدايمنشنز دي هي المسافة بين المدير الرئيس والمرؤوس. أقول لك في دول العالم الثالث المسافة دي كبيرة، يعني المرؤوس لازم يحترم المدير ولازم يقف له ويقف قدامه ويتكلم قدامه بأدب ولازم ما يعلي صوته ولازم ولازم ولازم. هناك في الغرب الإنسان متربي على أنه هو يعبر عن نفسه وأنه هو يكون عنده ثقة في نفسه ويتكلم ويقول الدائره، ومن غير ما يكون يعني جو نوع من الـ openness والديمقراطية وغيره. فأنت كمدير لازم تكون قدر المنصب بحيث أنه if you get challenged by أي واحد من الموظفين بتاعينك أنت up to this challenge. ما تسكت وتقول لي خلاص اسكت انا مديرك خلاص، لا، عشان انت انا مديرك انت تسكت، لا. لازم انت تسمع المنطق بتاعه وترد عليه بالمنطق حقه. ولازم انت تكون انت عندك الكومبتنس انه كل اي واحد من الموظفين if he challenges you انك انت تكون تقدر تتفاهم معه، تقدر تكون تثبت نفسك، يعني تفي تثبت الكومبتنس بتاعك، ما عشان انت مدير لكن عشان انت فعلا كومبتنت. الشيء الثاني لما تفتح وظيفه بتاعت مثلا سينيور ولا مدير ولا غيره، الناس اللي بيجيبوهم في الوظيفه دي بيكون اوريدي اوفر كواليفايد من كثره الناس الكواليفايد، يعني معي ليه؟ ده بيوريك انه في ستابيليتي، ما في زول بيكون داير والله عشان اتعلم عشان اسافر امريكا ولا عشان امشي كندا، لا لا لا، خلاص قاعد مستقر. الزول ده اتكلمنا قال قاعد 46 سنه. فعمليه الاستقرار دي مهمه جدا جدا في الانوفيشن، مهمه في السستينابيليتي، مهمه في عمر الشركه. نعم. واحدة من الأسرار اللي كنت بفتش عليها سيمنز تمت 180 سنة، أسسوا سنة 1870 في برلين في ورشة صغيرة بتاعت موتورات أسسها عمك سيمنز نفسه. بعد ذاك اشتغلوا في التليكس وفي التليكوميونيكيشن وغيره وغيره. تمت كيف 170 سنة؟ السستينابيليتي جات من وين؟ جات من الاستقرار، جات من الانوفيشن، جات من الريستراكشر كان مستمر طوالي. نعم. السنة المالية بتبتدي شهر 10 كويس لغاية شهر 4 يكونوا مدورين، من بداية شهر 4 يبتدوا ريستراكشرينج. ريستراكشرينج لغاية شهر 10 يكون الاستراكشر الجديد نزل السنة الجديدة. الاستراكشر الجديد بيستمر 6 شهور و6 شهور الثانية برضه ريستراكشرينج. وهكذا ليه؟ يو هاف تو ادابت يور سيلف مع الماركت، مع الكاستمر، مع الترندز، مع التكنولوجيز، مع أشياء كثيرة جدا. لأنه التكنولوجي ما بتنوم. الليلة طلع لك فيرجن بكرة بيطلع فيرجن جديد. صح. تكون مواكب. ومواكب للسوق العالمي مش لأي سوق. نعم والله، يعني محاضرة جميلة جدا جدا، وكلام يعني علمي ومؤسس وعن خبرة يعني. فنحن عندنا المثل بيقول لك أزل مجرب ما تزال طبيب، والله شنو يعني. فدي كلها عن تجارب وكده. نحن لأنه يا جماعة الزمن حاول يسرقنا، بعد ده دارين ننتقل للحتة بتاعت اللي هي نقل المعرفة دي للسودان يا باشمهندس، وهو ده المحور الأساسي من محور النقاش بتاعنا. يعني ينفع أي زول اللي يتعلم برا السودان وكده، نحن بنطالبه يعني إنه ينقل لنا المعرفة دي للسودان. فما شاء الله أنت عملت جهود، اللي هي عملت حاجة اسمها معليش بس أنا أيوة المنتدى السوداني للخدمات الإلكترونية. نعم. فكلمنا عنه، وفي نفس الوقت يا جماعة بنفتح البلاتفورم، أي واحد عنده سؤال عنده مداخلة يرفع يده عشان نديه
نديه الفرصة. تفضل باشمهندس. طيب طبعا الزمن زي ما قلت موافق، لكن هجمنا، لكن نقل المعرفة للسودان هي بالنسبة لي ما بس مسألة المنتدى، لكن حضوري قدومي للسودان نفسه. يعني بعد سيمنز اشتغلت في فودافون أو مستشار لفودافون زي سنة ونص، في الوقت ده أنا كنت ببحث إنه أنا داير خلاص يعني أرجع من ألمانيا حسب الخطة بتاعتي، وكان عندي أوبشنز إنه الواحد يمشي، يعني بس المهم يطلع من أوروبا يمشي الخليج أو يجي السودان. السودان واحد كان من الأوبشنز. ففي النهاية كان اتصلوا بي الأخوة من إريكسون، كان عندهم بوزيشن توليد كاستمر يونت خاصة بالاي تي سوليوشنز في إريكسون نفسها. إريكسون طبعا بندر بتاع تيليكوميونيكيشن ومن ضمنها الشغل بتاع الاي تي. فكانت فرصة بالنسبة لي إنه الواحد يرجع السودان وزي ما قلت ينقل المعرفة. وهذا السؤال الكبير إنه رجعت السودان ليه يعني؟ فزي ما قلت انه انا ما كان خطتي انه انا خلاص يعني داير اقعد فور ايفر لالمانيا. اخذت الجنسيه الفتره دي كلها يعني، وداير ابقى زول مالتي كلتشرال، يعني انه الواحد يشتغل في المانيا يكون زول مثلا بيثري المجتمع الالماني بثقافه جديده، وفي السودان بنقول المعرفه يعني زي انترفيس بين الاثنين. نعم. فكل الخبرات دي الواحد حاول يطبقها في المشاريع بتاع التليكوميونيكيشن داخل إريكسون. كان في مشروع كبير جدا بتاع تشارجينج اند بيلينج بتاع فوترا وبتاع تشارجينج اونلاين وغيره لشركة زين في السودان وفي جنوب السودان، وكان مشروع تشالنجينج جدا، اشتغلنا فيه شغل كبير، وكان فيه يعني انترناشونال ستاف ضخم جدا زي 100 كونسلتنت زائد الامبلوي داخلين، وكان في شغل بتاع السيرفيس مانجمنت وشغل بتاع السيرفيسز تطبيق الشركه والنظام بتاع فوتر الجديد كانت إريكسون. فكان دي اداره المشروعات الضخمه ده مناسبه كومبيتنس براو مهم جدا جدا. اشتغلنا المشروعين ده في جنوب السودان وفي شمال السودان في وقت واحد، وبعد تشالنجز كثيره جدا وستراجل. المهم في النهايه الحمد لله المشاريع انتهت على خير. وفي في الفتره دي كان في برضو التشالنج بتاع انه إريكسون كانت شغاله برضو اوف شورينج، بيجوا عندهم سنتر في الهند بتاع خبرات المفروض انت تعينهم وتشغلهم في المشاريع دي. في نفس الوقت في شباب سودانيين دايرين يتعينوا في إريكسون عشان نشوف مستقبله كيف، وبرضو كانوا شباب شاطرين جدا، كان بيجيبوا حاجه اسمها التالنتس من الجامعات وبشغلهم زي تريني زي سنه سنتين، وبعد ذاك بيحاولوا يثبتوهم. لكن بقت في زي ما تقول تعارض مع السياسه بتاعت الشركه انه والله شغل المركز في الهند ليه؟ لانه عديناه وجبنا ناس ووضعناهم والكوست بتاعتهم كويسه وغيره وغيره. فبقينا وي فايت فور التالنتس السودانيين بحيث انهم هم يدخلوا رجلهم في إريكسون. الحمد لله نجحنا في عدد منهم، قدرنا يعني نثبتهم وخشوا هسه الان ذي ار شاينينج يعني في إريكسون. والمشاريع الثانية اشتغلنا في لسوداتيل نفسها مشاريع ضخمة في الأوراكل في الـ ERP في الشارجينج في الفوترة بعد ما انتقلنا لشركة سوداتيل، ودربنا عدد كبير جدا من الشباب في المجالات يعني في نقل المعرفة. بالنسبة للمنتدى عملنا شابتر بتاع السودان لمنتدى الـ IT Service Management Forum، هو International Chapter لأنه الـ IT Service Management عنده عدة ستاندردز. أبرز ستاندرد اسمه الـ ITIL، كان في فيرجن 3 الآن فيرجن 4. أيوة. الـ International Forum كان عنده chapters في كل الدول إلا السودان. فنحن أسسنا مع الشباب الـ chapter بتاع السودان، وبعدين عملنا عدد من الأنشطة والـ knowledge sharing وغيره، وما زلنا لكن هسه شوية كده خفت ليه؟ لأنه كان زمان مسؤول منه حاجة اسمها الـ OGC في إنجلترا، اللي هو الاوفيس اوف جوفرمنت اوف فاينانشال اوفيس ولا حاجه بالشكل ده، هسه استلمته شركه اسمها اكسيلوس التطوير بتاعها. شركه هولنديه مش كده يا باشمهندس؟ الشركه يخيل لها انجليزيه اكسيلوس. لكن في ستاندرد هولندي ثاني اسمه فيري سيم برضه للسيرفيس مانجمنت. لكن الاي تي اي اللي جاي من بريطانيا. ايوه صح. اي ففي سيمنز كانوا مطبقين اكثر من البريطانيين نفسهم. انا عملته سنه 2011 يعني فيرجن 3 الاي تي ال بالضبط كده. هسه طبعا ظهر فيرجن 4 معاه الاجيليتي، دخل فيه الترند الجديد انه البروسيسز سموها براكتسز. زي ما قلت لك بقت العقده بتاعت البروسيسز دي الناس دايره تتخلص منها، سموها براكتسز ودخلوا فيها المفاهيم بتاعت الاجايل،
وبقت المساله بتاعت الووتر فول دي هسه بدات تنتهي، اللي يعملوا لك دايره، غيروا الاسامي بتاعت الفيزز القديمه، انك زمان عندك استراتيجي، بعد ما تستهدف الاستراتيجي عندك ديزاين، بعده في ترانزيشن، وبعده في اوبريشن، وبعده في الكونتينوس ديفلوبمنت. هسه الكونتينوس ديفلوبمنت بقت اساسيه، لكن كلها ماشيه على شكل بتاع ايتريشن، ما في حاجه اسمها بدايه ونهايه. فدي بتلفق مع الكونسيبت بتاع الاجايل والمانيفيستو بتاعه، على اساس انه في النهايه تمثل لك الاساس بتاع الديجيتال ترانسفورميشن والترندز الجديده، في انك انت بسرعه تقدر تنتج منتجات وتطلعها السوق. نعم، يديك العافيه. شكرا اخونا عبد الفتاح نور. طبعا المنتدى مبادره الباحثين السودانيين هي المتبني البرنامج ده، وكل الحلقات مع الناس الضيوف اللي تفضلوا وجونا كلها موجودة هناك في اليوتيوب وكل شيء، فمرحب بك. طيب يا باشمهندس، الشغل في السودان طبعا السعودي يعني في مع حكومة الثورة والوضع الجديد وكده، الوضع في السودان هل هو يعني بصراحة يعني مبشر ولا عايز شغل تقيل يعني بالنسبة للحتة بتاعت الاي تي والديجيتال ترانسفورميشن؟ أول حاجة يعني الفترة بتاعت يعني بداية الثورة بصراحة كان في تخبط شديد جدا في الحتة دي، لسبب إنه الأجسام المسؤولة من الديجيتال ترانسفورميشن كانت متعطلة، يعني كانت ما في كان فوكس من الحكومة عليها، وما كان في وزارة بتاعت اتصالات وتقنية المعلومات، والمركز القومي للمعلومات ما كان فيه اهتمام وتركيز عليه إطلاقا، الهيئة القومية للاتصالات كانت تابعة للجيش، فبقت في يعني تفرقت زي ما تقول، ما بقى ما في فوكس على الاتصالات وتقنية المعلومات. لكن هسه استبشرنا خير بأنه كان جابوا دكتور باخت في المركز القومي للمعلومات، وهسه بعده جاء عمر حمدين، وكلاهما ناس يعني ما شاء الله قامت. تاني تكلمنا عن الوزارة، جاء الباشمهندس حسب الوصول. وبعتقد انه دي مبشرات، يعني بقى انه في وزاره، بقى في اهتمام، بقى في تركيز، والمفروض الهيئه القوميه للاتصالات تتبع للوزاره نفسها، وبرضه هاشم حسب الرسول الباشمهندس عمل المفروض مجلس استشاري، فدي كلها مبشرات نامل انها هي. وهسه الان في مؤتمر باريس تم عرض مشروع خاص بالمناطق ما بعد النزاع وبعد الحروب انه يكون فيها تغطيه، لكن المشوار طويل بصراحه. واحد، رقم اثنين، شركات الاتصالات الآن مع الوضع الاقتصادي العام للبلد بتعاني من أشياء كثيرة جدا، لأنه زي شايف القطاعات كلها بتعاني، لكن في القطاعات التكنولوجية اللي بتعتمد أكثر شيء على العملة الصعبة وعلى الاستيراد، وفي النهاية بتبيع أغلب المنتجات بتاعتها بالعملة المحلية، مع التغيرات في العملة وغيره في تحديات كبيرة جدا جدا. التحديات السابقة كانت طبعا بسبب الامبارجو الحظر، انه برضو انت لو بتعتمد على التكنولوجيا وعلى الاي تي، فكنا بنتعب تعب شديد جدا جدا عشان نحصل على السوفت ويرز وعشان نجدد اللايسنسز وعشان غيره وغيره. كان كفاح مرير يعني مع البندرز على اساس نقدر نامن التشغيل بتاع الحلول دي، سواء كانت سوفت وير ولا هارد وير ولا غيره. لكن هسه الواحد بيستبشر خير زي ما قلت لك بحاجتين، اول شيء رفع الحظر، ثاني شيء وجود وزاره مسؤوله عن اتصالات وتقنيات المعلومات، لكن المشوار كبير جدا جدا لانه عاوز دعم كبير، عاوز خبرات في المشاريع الكبيره، في تخطيطها، في ادارتها، في غيره. دي جاب كبير جدا عندنا، انه في مشاريع كبيره جدا وسمعنا بها وفي حلول جات وفشلت ودفعت فيها ملايين الدولارات. ليه؟ لانه ما اقدر اقول بس السبب هو الفساد كان موجود، لكن السبب الثاني هو عدم المعرفه. طيب يا باشمهندس، في طبعا معانا لوسي رافع يده قبل ما اديك الفرصه. يعني سيدي الواحد لما يتصل السودان بيعاني، يعني انا صراحه لما اتصل باميه واتصل باي واحد من السودان وكذا بعاني الاتصال العادي ناهيك من الخدمات بتاعت الانترنت. هل هو ده لنفس الاسباب اللي انت قلتها ولا في اسباب يعني اسباب فنيه ثانيه؟ هو في جاب كبير جدا في الانفستمنت في مجال الاتصالات في السودان. يعني الشبكة زمان بدأت كانت قوية في السودان بدري قبل 10 سنين 12 سنة غيره وغيره، لكن انت بتحتاج انك تو انفست
عملة صعبة ضخمة جدا كل سنة عشان انك تعمل ابجريد للسيستمز بتاعتك عشان تقوي التغطية. بعدين لما تشوف الاستهلاك تصاعد كيف في الفترة الأخيرة من الثلاث سنين الأربع سنين اللي فاتت بوتيرة عالية جدا، وخاصة المالتي ميديا والفيديو والداونلود والفيديو كونفرنس وغيره أسرع بكثير جدا من سرعة شركات الاتصالات في الاستثمار وفي تقوية الشبكة، وخاصة في المناطق الطرفية. يعني في النهاية هي شركات تعتمد على الربحية، النهاية هي شركات profit centers، ما هي قطاع عام مثلا الدولة حتصرف عليها ولا غيره معي. فلازم نراعي الحتة دي. انت هسه الليلة السعر بتاع السكر والسعر بتاع الزيت بيزيد لغاية أي حاجة، الدولار زاد بيجي بتلاقي زاد تاني يوم. بالنسبة لناس الاتصالات عندهم مشكلة في الحتة بتاع زيادة الأسعار دي، لأنه لازم يجي تصديق من الهيئة القومية للاتصالات، وما بتقدر تمشي بنفس السرعة وبنفس النمط تمشي بيه. ليه؟ لأنه زي ما قلت لك انت الليلة يو كولكت بالعملة المحلية، وانت 90% من البرودكتس بتاعتك او الاشياء التكنولوجي بتستوردها هي بتدفعها بالعملة الصعبة. فده تشالنج هنا. وبعدين البروسيجرز بتاعت البنك السودان واستصدار الوزونات تحت الاستيراد، وزمان طبعا موضوع الامبارجو والاكسبشنز اللي بتطلع والديسكشن والنيغوشيشن مع الفندرز وغيره وغيره، بتخلي السايكل بتاعت المشاريع بتاعتك طويلة، نتائج بتظهر متأخرة، والديماند بتاع العملة الصعبة بيكون عالي مرات أعلى. ما بشجع الشركات دي أو اديها شهية أكتر لأنها تستثمر وتضخ بروجها، خاصة في شركات أجنبية، مستثمر أجنبي في النهاية السودان. ما في مانع، إحنا الدولة في اتجاهها بتشجع المستثمر الأجنبي، عشان كده لازم الشركات تحت الاتصالات دي يكون عندها حلول إنها حتى المبالغ الاستثمارة دي إذا دار تستفيد منها في شركات الأم هناك تقدر يكون عندها سبيل إنها تقدر تطلعها. أكيد الليلة عندك مشكلة في العملة، مشكلة في إنك تستخرج العملة. إحنا هسا في شركات بتاع الطيران قفلت في الفترة اللي كانت فيها عندها صعوبة في إنها هي تقدر تطلع العملة أو البروفيتس بتاعتها. فدي كلها قضايا بتاع سياسات لها علاقة ببنك السودان، ولها سياسات اقتصادية واستثمارية مهمة جدا جدا، بتلعب دور كبير جدا في كفاءة شركات الاتصالات في إنها هي تمشي بنفس السرعة بتاعت الديماند والاستهلاك. في جوع شديد جدا جدا للداتا بالذات. نعم. والداتا غالية جدا، الاستثمار فيها غالي والعائد بتاعها ضعيف، ما زي الموبايل. نعم. طيب معنا لوسي، تفضلي. كنت تعملي ام ميوت من عندك. اهلا، شكرا لك. سامعني؟ ايوه سامعينك. نعم. اولا I will join المنتدى بنسق مع هيثم، اخونا هيثم. سوري، سؤالي للباشمهندس، في السودان طبعا هو خبرته احسن، يعني قضى وقت في السودان وكده. انا لاحظت انه في مشكله في السودان في knowledge، there is a lot of knowledge، لكن شنو الدوتس ما connected، كل زول عنده معلومه وحاجره لروحه، ما في knowledge transfer زي ما هو طبعا اشتغل في الغرب زينا، نحن انا كل الخبره بتاعتي هنا في امريكا وكده. فهناك في مشكله بتاعه knowledge transfer، زي كل زول حاجر على الشيء اللي بعرفه، ما عايز الثانيين يسمعوا. حسيت بالحاجه دي، احتمال يعني ما اكون صادقه. سؤالي له بالنسبه للانترنت اللي هو السؤال الاخير ده، في سبيس اكس زي ما عارف انت حتخش، والانترنت حيكون all over the world وكده. المشكلة إنه مثلاً السعر اللي معروض هون في تكساس، أنا في تكساس، اللي معروض هنا definitely ما في زور في السودان كان afforded. لكن لو في شركة يعني في السودان اشترت هي السعة وعملت providing، بما إنه هو في السودان عملت providing للسيرفيس، يمكن تلاقي بسعر أقل، وبالذات المناطق المهمشة البعيدة، وبالذات طبعاً الفوكس الستودنت واسي بالذات في السودان بقى في الديستان ليرنينج، الستودنت اللي عايزين يقروا من على بعد. سؤال برضو تاني عايز أعرج عليه، لاحظت في السودان أغلب أنا كنت مشيت السودان وقلت استق زير يعني أيام المشاكل تحت القيادة وكده، فحاولت أجمع معلومات عن الاتصالات وكده. الشركات اللي بتعمل فيل تيستينج، الفيل تيستينج ده بالنسبة لنا محندسين الاتصالات this is the lowest job
فأنا مستغربة أي سوداني لو قلت له يعمل فيلد تيستينج بيعمل. زي ما أنت عارف يا باشمهندس طارق، بتمشي مثلا فور إكزامبل عايز تعمل تيستينج لل 5G، بتشوف وين ال 5G راديو، لو عايز تعمل فار اريا نير اريا الكلام الداونلود الابلود. This is very easy. ليه مسيطرين عليه شركات أجنبية؟ يعني حتى أنا حاولت أعلم ناس وأدربهم مجان. ليه يعني ليه it's okay المستثمر يكون أجنبي، بس الجوبز اللو دي والممكن تعود على السودان بفايدة، ليه الناس ما تكون في التعليم بسيط يعني إن شاء الله مجاني للناس يستفيد منها السودانيين. وشكرا لكم، محاضرة قيمة، I really did enjoy it. الله يديك العافية، شكرا لك، شكرا لك كثير. و اتفضل باشمهندس. بالنسبة للشركة بتاعت السكاي، أنا برضو يعني طلعت على السوليوشن بتاعه، زي ما قلت هو هيكون يعني صعب تو أفورد، يعني عرفت إنه ما أعرف يمكن $100 في الشهر أو أكثر، لكن هي يعني الموضوع ده لسه بدري بالنسبة للسودان إنه يقدروا تدسكس البيزنس موديل ممكن يجيبه وشنو. لو في شركة بتقدر تعمل يعني تبقى وكيل للشركة دي، هل بتقدر هي تخفض التكلفة؟ ده بيبقى السؤال بالنسبة للسياسة بتاعت الشركة ذاتها، يعني إنها هي مثلا في مناطق معينة هل هتكون بالنسبة للعالم كله بنفس السعر، ولا بالنسبة لمناطق معينة في العالم هتكون بسياسة مختلفة باللو كوست زي باقي الشركات التانية. يعني هسه في شركات عالمية كثيرة بتعرض low cost products في المناطق الـ أو الدول النامية، مختلفة عن products اللي بتكون في الدول المتقدمة. فلكن إذا هي flat rate لكل العالم، هتبقى مسألة challenging إنك تعمل business model وتقدر تخفض التكلفة. بتعتمد زي ما قلت لك على business model أو السياسة بتاعتهم. في أشياء تانية ما واضحة اللي هي بالنسبة لل جهاز الاتصالات أو بسموه جهاز تنظيم الاتصالات، ودخول أي مشغل جديد لازم يكون داير له سبيكتروم، يكون داير له ترددات معينة يحجزها، وداير له لايسنسز. دي مسألة مهمة لأي جهة جديدة عاوزة تدخل. فإذا في شركة دايرة تأخذ توكيل من شركة سكاي، لازم برضو تنتبه للحكاية دي، إن هل فعلا تحتاج للايسنس ولا بس من السماء ساكت تاخذ الانترنت من الاقمار الصناعيه. دي كلها لسه بدري، الناس ما تناقشت فيها. الموضوع الثاني بالنسبه للفيلد تيستينج، في شركات، في جهات محليه كثيره جدا بتشتغل بالفيلد تيستينج والفيلد سيرفيسز نفسها، في بيعملوا لها اوت سورس، وفي شركات كان إريكسون عندها شركات كانت اوت سورس محليه بتشتغل الشغل ده. ونيفرذليس في مشرفين اجانب مرات بيجوا على اساس انه يراجعوا الكواليتي بتاع الشغل والاجهزه وغيره، لكن غالبيه الناس الشغالين هي من العماله المحليه، ده حسب علمي يعني. نعم، يديك العافيه يا باشمهندس. طيب انا عندي سؤال قبل الختام، لانه ما شايف في زول رافع يده. طيب يا باشمهندس، ايوه في، طيب هرجع عليكم. ما طيب يعني ما شاء الله سعى المعرفة دي وكذا، طبعا واحدة من طرق نقل المعرفة اللي هي مثلا تدعم الكلية أو تدعم تدريسها يعني، أو تنقلها بطريقة مكتوبة وطريقة مغروة. ما فكرت إنه مثلا، أو ما تواصلت مع واحدة من الجامعات إنه الحاجة دي تتنقل بصورة يعني أكاديمية بحتة؟ كان عندنا تواصل مع ناس مدرسة العلوم الرياضية، وقبل كده عملنا كان سيشن في، أنا عملت 2 سيشنز مع مدرسة العلوم الرياضية. مرة كنت براي بدري قبل زي كم سنة كده، ومرة الشباب من الزملاء كان عملوا برضو محاضرة، فعندنا كان تواصل. هو زي ما قلت لك هسه محتاجين ننشط الشابتر شوية، لأنه الانترناشونال شابتر مع الشركة الجديدة دي شوية هو ذاتهم يعني صبطوا شوية الحركة بتاعتهم، لكن موجودين، كل الاستاف بتاعنا موجودين ومستعدين، وبس محتاجين لشوية تنظيم في الفترة الجاية عشان نواصل تاني النشاط بتاعنا. بنتكلم طوالي مع ناس مدرسة العلوم الرياضية وأقسام بتاعت الاي تي، على أساس نقدر ندخل الكلام ده في السيلبس نفسه، الاي تي سيرفيس مانجمنت والبروجكت مانجمنت. لكن هم طبعا السيلبس لما نكون أكاديمي بيخلوا الحاجات دي لأنها تكون شهادات مهنية أكثر، لأنه بتعتمد على الشغل العملي، والفوكس بتاع
الجامعات دائما بيكون في الجانب الأكاديمي، لكن التعاون موجود بين معانا بينه وبينه. محمد الزاكي، ممكن تعمل ميوت من عندك، تفضل. طيب، السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يسلمكم، تحية لكم وللباحثين السودانيين، ما شاء الله تبارك الله، المحاضرة قيمة وثرية جدا. يمكن أنا فاتني جزء كبير من البداية، لكن ما شاء الله من الجزء اللي حضرته كلام جميل جدا. تأكيد لكلام الباشمهندس، أنا جيت لي سنتين الآن تقريبا في السويد، جيت بعمل لي في ماجستير برضو هنا، خلاص أنا على وشك أنه أزول في مشارف التخرج الحمد لله. من المشاكل اللي واجهتنا كلام الباشمهندس، وأهمية الاندماج في المجتمع، معرفة الثقافات المختلفة وكده، عشان أزول يقدر يندمج ويقدم ويأثر في المجتمع. الموضوع ده فعلا مهم جدا، ونحن صراحة واجهتنا مشكلة كبيرة جدا مع موضوع البانديميك والكورونا وكده. يعني مثلا درست سيمستر واحد بس اون كامبس، وثلاث سيمسترات درستهم اونلاين. مين بدأت الدراسة اونلاين بقى ما في اي علاقة مع الدفعة، مع الاساتذة، ما بتعرف الناس، ما في اي تعاملات مع الناس فيزيكال كده. حتى ايفن اللابات والحاجات دي تجربتنا فيها كانت سيئة جدا مقارنة بالدفعة اللي قبلنا، لانه ذاته لا. الموضوع جه فجأة، واللابات ذاته بقت اونلاين، ما كانوا مجهزين الاوضاع تماما. دي حاجة. الحاجة الثانية اختلاف الثقافات والمجتمع، واختلاف ذات الجو والسيزونز كده. موضوع أنا في السويد موضوع البرد الزيادة علينا. الآن بتكلم معكم قبل 5 دقائق المغرب أذن، الساعة عندنا 10 مساء زي السودان. موضوع اليوم الطويل والليل القصير والحاجات دي بتدخل الزول في حياته، بتعلم تجارب مختلفة وجميلة جدا. الحاجة الجميلة اللي قال باشمهندس، موضوع التأسيس الصح، أن الزول لو فعليا يتأسس أكاديميين وعلمين ومعرفين صح، بيقدر يمشي لقدام ويبني يمشي. الناس دي يعني مثلا المناهج مختلفة وطريقة التعليم والإمكانيات مختلفة، لكن صراحة مع المعرفة اللي عندنا الطريقة مختلفة، لكن المعرفة والثقافة والعلوم اللي عندنا قوية جدا صراحة. بتلقى السودانيين بالذات في البلدان الغربية دي، الأساتذة والطلبة بينبهروا بالمعرفة اللي عندهم. يعني نحن بكون عندنا معرفة في مجالات كثيرة جدا، الواحد بيكون يشتغل في أكثر من حاجة. موضوع التخصصية وعدم التخصصية عندنا واسع شوية في السودان، فالزول بيشتغل في مجاله في مجالات مختلفة. يعني عندنا في السودان بيكون عندنا 1 مايل سكوب 1 انش ديبث، هنا بتلقى الواحد عكس، هنا بتلقاه 1 انش سكوب 1 مايل ديبث. فالحاجة دي برضو بتخلي الزول يعرف طريقة تعامل الناس واختلافهم وكده والثقافات دي. أنا ما عندي سؤال صراحة، لكن بس كان كده معلش عرفنا بنفسك، وضروري جدا ترسل لي الكونتاكت ديتيلز بتاعتك في الشات. جميل. أنا اسمي محمد حافظ الشيخ الزاكي، خريج جامعة السودان 2010، مهندس اتصالات. جيت الآن بعمل، اشتغلت في السودان 9 سنوات تقريبا، والآن بعمل في ماجستير في الوايرلس فوتونيكس اند سبيس انجينيرينج. أنا أصلا شغلي متعلق بالموبايل كوميونيكيشن والساتلايت كوميونيكيشن وكده. فجيت مرحبا بك، شرفتنا كثير، وعليك الله، بليز رسل لي الكونتاكت ديتيلز بتاعتك في الشات. يعني ان شاء الله انتوا بالذات احنا محتاجين لكم، يعني ان شاء الله باذن الله. موضوع تسلم تسلم، موضوع شكرا لك وربنا يوفقك. شكرا جزيلا، الله يسلمك، الله يديكم العافيه. الله يسلمك. عندك تعقيب يا ابو باشمهندس على كلام محمد؟ كلامه تيبيكال فعلا. الجو نفسه بيأثر والظروف بتأثر والكوميونيكيشن مهم. في نقطه كنت داير اقولها بالنسبه للكوميونيكيشن في الشغل نفسه، لما تشتغل مع الغرب ما تفترض انه المساله كلها رسميه وبيتم في الإطار الرسمي، وانت زول شاطر وشايف شغلك معناته خلاص أمورك انتهت وكلها باسطة. لا، الكوميونيكيشن مع الزملاء مهم، والعلاقات مهمة، لأنه علاقات إنسانية في النهاية. ونحن اجتماعيا يعني عندنا ذكاء، زي ما تفضل الأخ محمد، عندنا ذكاء في حتت في زوايا هم ما عندهم. اجتماعيا نحن ناجحين، فبنقدر نخلق علاقات بسهولة اجتماعية مع الناس. فالواحد يعني خط الكرة وطهناك ما ياخذ الحكاية انه خلاص دي الخواجات وانا سوداني وكل زول يشوف شغله. لا، بعدين مسألة الغداء، لازم تطلع تتغدى مع التيم، وده ده تقليد، يعني انه التيم كله مع بعض، معاهم البوس بتاعهم يوميا الساعة 12 بيكونوا في المائدة بتاعت الكانتين. حتى لو ما حتاكل، لو هناي بس جيب لك سلطة ولا حاجة خفيفة، لكن لازم الونسة دي مهمة جدا، أنه يكون ونسة خارج إطار العمل. وحتى لما مرات يطلعوا يتعشوا مع بعض ولا يكون في أي إيفنت لازم تحضروا. يعني في ناس كثير بيقولوا مسألة الكحول وما يعني أوكي، هي مسألة
بالنسبة للزول ما بتعاطى ممكن بتضايق وكده، لكن انت لازم تكون موجود، لازم تكون engaged، لانه في details وفي الونسة نفسها وفي معلومات بتغيب عنك، وانت شوي شوي هتشعر انك انت معزول عن الفريق لو ما engaged معهم في الكوميونيكيشن بتاعتهم في الايفنتس. انت زول منهم، انت واحد منهم، لازم تشعر منه انك واحد منهم. بالعكس كده كده بتكون متفوق، لانك انت بتكون جمعت الحاجه اللي عندهم بالاضافه للحاجه اللي عندك انت، بتكون عندك اثنين معاي، بتكون انت عندك ادفانتج في الحته دي. فدي مساله برضه بوصي بها كل الناس اللي بيشتغلوا معاهم هناك، حتى لو بقول لك انا ما طايق وما اقدر اتعامل، لا تبقى مشكله عندك، هتخلق لك مشكله اذا انت اتعاملت بالاتيتيود ده. فانت اذا ما قادر انك انت تفتح قلبك لهم وتتعامل معاهم بصوره انسانيه، معناها تراجع نفسك وتحاول تتدرب على القدرات دي. نعم، يديك العافية. وفعلا ده كلام صحيح، يعني انت ما بتشرب ما مشكلة، ممكن تكلمهم عادي يقول لهم يا اخي انا ما بشرب، لكن بعد ذاك تطلع معهم، يعني دي مهمة جدا جدا. طيب عندنا باشمهندس حسن الشوبلي، ده يمكن زميل يا باشمهندس. زميل وصديق عزيز، اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم ومشكورين جدا، يعني اطريتونا اطراء يعني جميل جدا جدا. ويعني الاخ الباشمهندس طارق رجعنا لايام، يعني احنا فعلا موجودين في المانيا هنا، لكن سبحان الله يعني لها طعم خاص، يعني لما الواحد يسمع الكلام من الباشمهندس والواحد يعيد الذكريات. مشكورين كثير على، هي والله مش ونسة هذه، يعني ترقى أن تكون منتدى يعني عالمي، والله ما شاء الله يعني ما قصرتوا، ويعني إن شاء الله يعني دائما نكون متواصلين معاكم ونكون متواصلين مع بعض دائما إن شاء الله بيكم. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. الحاجة الحابة يعني أسمعها من طارق أو من الأخ العزيز يعني طارق، الصعوبات اللي بتواجه الانسان كونه انسان هي عاش في 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 سيستم معين، في جو معين، في يعني درس دراسه يعني 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 عاليه جدا، وينتقل الانسان نقله، يعني كلنا نعلم يعني الوضع في السودان والحياه الاجتماعيه في السودان يعني في الفتره الاخيره. اكبر المشاكل اللي بتواجه يعني غير المشاكل الفنيه يعني البنيه التحتيه وكذا، يعني من أكبر المشاكل اللي بتواجه الإنسان شنو يعني لما ينتقل نقلة من هنا للسودان؟ طيب ده سؤال محوري. شكراً حسن، وعليك التحية، والتحية لكل الزملاء والإخوة في ألمانيا اللي قابلناهم والما قابلناهم والأجيال الجديدة. الله يبارك فيك. أنا وحسن يعني صداقة قديمة وقضينا أيام جميلة هناك مع بعض، ومع أنه طولنا ما تقابلنا لكن المعزة موجودة يعني. الله يبارك فيكم. فلك الشكر على المداخلة. فطبعاً أنا هسه بقيت في الجانب الآخر يعني من القمر زي ما يقولوا، وإنتوا قاعدين بهناك، فأكيد بتكونوا برضو ده نقل معرفة من اتجاه تاني يا دكتور، يعني المسألة بقينا شغالين في اتجاهين هسه. فطبعاً زي ما قلت لكم المسألة بتاعت الفلكسبيليتي، يعني أهم شيء الواحد يتعلمه، انت ما تبقى هارد كودد. ايوه انت مشيت المانيا وخلاص يعني اتعودت على السيستم هناك، من غير ما تشعر هتلاقي نفسك بقيت زولم، وبتحس انه البيئه هنا في السودان بقت غريبه عليك، لان المساله تيجي بالتدريج، انت ما بتحس بيها، لكن بتحس انه جواك بقى زول مختلف عن الزول الجزمه من السودان وعن الزول القاعد هنا. ليه؟ لانك انت خلاص طالما بقيت جزء من السيستم ومشيت معاهم بنفس السرعه وبتلعب معاهم بنفس الايقاع، معناته انت بقيت غريب عن البيئه الاولى اللي انت جيت منها بطبيعه الحال. فدي بسموها لما ترجع بلدك بسموها ري انتجريشن، يعني انتجريشن ثاني من جديد، هتحتاج برضه لنفس القدرات بتاعتك. فهنا الشاهد والشيء الحاسم في الموضوع انك انت تكون بروجرامبل، بمعنى ما تكون هارد كودد. دي المسج المهمه جدا. انت مريت بعده تجارب بتاعت انتجريشن داخل السودان، انتجريشن مع الدول العربيه، انتجريشن في المانيا، فدي كلها بتديك انك قدره مرونه، نسميها مرونه، ما بس مظبوطه على على انتجريشن في اتجاه واحد ولا مع مجتمع واحد، لا بقيت عندك انت القدره تو انتجريت يور سيلف مع اي مجتمع ثاني. عشان كده بطبيعه الحال لما ترجع السودان بتحاول تسدد وتقارب، يبقى التشالنج في انك انت لو خلاص قمت كل الحاجات اللي تعلمتها في المانيا رميتها ورا ظهرك وقلت خلاص انا حبقى انتجريتد مع المجتمع ده فولي، خلاص انت ما استفدت شيء.
يعني انت بقيت فولي اللوكل ممكن الناس ينبسطوا منك ويقولوا والله يا اخي ها زول ده زولنا وخلاص وكل شيء، لكن ما استفدت حاجه. لازم يكون في مسافه، يعني انت بتحاول انك انت في البدايه تعبت وكان في حواجز بينه وبين الزملاء وكده، والواحد لانه بيتعامل مع الاشياء بطريقه فيري اوبجكتيف كان، والمساله بتاعت العلاقات بالطريقه حقتنا مهمه برضو في الشغل، انك انت توجهها بطريقه مختلفه، وطبيعه العمل نفسه والعلاقه بينك وبين الامبلوي والعلاقه بينك وبين الزملاء والعلاقه بينك وبين الكاستمر، دي كلها حاجات عاوزه ثاني تعيد صياغتها من جديد. لكن في نفس الوقت الفن يقولوا فن ليه؟ لانه ما عنده قاعده، انك انت تكيب كل الادفانتجز وكل الحاجات الكويسه اللي انت استفدت منها بتجربتك تكيبت، وتحاول انك انت تشيفت الانفايرمنت اللي حولك عشان تفولويت، عشان انت تكون عملت اثر، عشان انت تكون طورت المجتمع المحيط بتاعك، عشان انت تكون قدمت فاليو، لازم تبذل المجهود ده. تكون انت مرات ما ضروري تقيف في حته وتقول للناس تعالوا لي، تمشي تاخذهم من يدهم، خاصه الشباب، تسوقهم وتعمل لهم كوتشنج، توجههم، تضع البروسيس وتضع البروسيجر بالشيء الصح اللي انت شايفه معاي. وفي ناس كثيرين بيحبوا يستمعوا ليه؟ لانه دار يستفيد، وبتعمل اثر فعلا المساله دي، بتخلي الناس تكون following the process، خلي الناس تكون international في الليفل بتاع التفكير بتاعها، تخلي كل الحاجات اللوكال. زي ما الأخت لوسي تكلمت عن موضوع knowledge sharing ده، أنا نسيت أعقب عليه، ودي من الأمراض اللي عندنا هنا. الواحد يفتكر إنه لما to keep the information for himself he's securing the workplace بتاعه. No، يعني أي زول ما بيعمل sharing للمعلومات ويمسكها لنفسه عشان هو خلاص يبقى هو الوحيد العارف الحاجة دي، أنا بديه مسج مهمة جدا، أقول له لو جاء ترجع أنت ما حتمشي. ليه؟ لأنه ما في زول غيرك حيقعد في الحدة، يعني أنت ما حتترجع. لو جاء فرصة ثانية لقدام ما حتقدر تمشي. ليه؟ لأنه حنقول الحيقعد مكانك من ما في زول بيعرف غيرك أنت. فأنت لو جبت ناس دربتهم وعلمتهم بعد كده بكون عندك فرصة أنك تترقى وتمشي لقدام. فدي من الأمراض اللي بنعاني منها هنا، وفي أمراض كثيرة جدا في الثقافة بتاعت العمل في السودان، ومحتاجة لعلاج ومحتاجة يعني ريفورم عديل كده. والخدمة المدنية دي غنية عن الكلام، لأنه دي دار لها محاضرة برا. نعم. طيب معلش أنا عندي يعني حاجة صغيرة يعني في الآخر قبل. اتفضل يا دكتور. اتفضل. بالنسبة للسودان، يعني الواحد يعني السودان في الوقت الراهن هو مش مهيأ إنه يستقبل استثمارات يعني ضخمة واستثمارات عالية. العلاج السريع بالنسبه يعني العلاج السريع المبدئي عشان نقدر نستقبل حتى مبدئيا استثمارات متوسطه المدى او قصيره المدى، يعني البنيه التحتيه، يعني اشياء المحتاجه السودان بسرعه، يعني شنو في الفتره المقبله، يعني في خلال يعني سنه او سنتين يعني الناس تهتم بها اكثر عشان تقدر تستقبل الاستثمارات الاوليه. والله ده سؤال شويه يعني عميق وانا بتناوله حقيقه مره ومره في السوشيال ميديا، انه المفروض من اولويات الحكومه ما في حاجه، يعني ما في حاجه ولا شيء، لازم ما حننتظر انه الموضوع يبقى بيرفكت كويس، يعني حسب المبادئ بتاعت الاجايل انك تبتدي باجزاء تجزئ المساله كويس، وشوي شوي تبتدي تعمل اتريشن لغايه ما توسع المساله. يعني هسه هي سمعت جايبين شركه اسمها الرايس ووتر هاوس عشان تبقى كونسلتنت تعمل الريفورم للخدمه المدنيه، انا شايف دي حاجه خطوه كويسه كويس، لانه في فرق كبير جدا في الثقافه، يمكن حييجوا حيصطدموا بثقافه بتاعت عمل عمرهم ما سمعوا بها وما شافوا بها، والستراجل اون ذات يعني معاي. لكن ممكن تكون كبدايه، يعني ممكن انت في الاول بتدرش وبعدين بتنعم كويس، ما حد نعم طوالي من البدايه كويس، وما حد اصل لحل بيرفكت من البدايه، لازم القائمين على الامر يكونوا على علم على معرفه بالمساله دي كويس. فما في باس انك انت لو ما لقيت طاقات او كاباسيتيز محليه تجيب كاباسيتيز اجنبيه عشان تشرف ليك في البدايه على مرحله الدراسه. انا النظريه بتاعتي دائما ليه انا اتجهت في الحته بتاعت الاناليسيز والمانجمنت اكثر من الجانب التكنيكال، انا في اعتقادي الجانب التكنيكال مهم جدا جدا مهم، لازم يكون في ناس لوكال متخصصين فيه، لكن ده ممكن توكله للجهات الاجنبيه، لكن جانب المانجمنت نو.
جانب الاشراك والجفرنس لازم يكون في يد المواطنين بتاعنا البلد او الجهات الحكوميه. زي النموذج بتاع دبي الشيخ محمد بن راشد قال اهتمينا بالاداره، ما قال اهتمينا بالبرمجه، ما قال اهتمينا بالنظريات بتاعت الاي اي ولا غيره، لا اهتمينا بالاداره. الاداره بتشكل لك الفريم ورك الاساسي اللي هو من خلاله انت بتشغل الشركات الاجنبيه دي اللي بتجيب معاها التكنولوجيز بتاعتها. لكن لازم يكون لك الجهاز بتاع الجفرنس يكون قوي في البدايه، وزي ما قلت لك تشتغل بصوره اتريشن، تشتغل في الاول حلول معينه وبعد كده شويه شويه تبتدي الحلول دي تنعيم لغايه ما تصل للبيرفكت سوليوشن. لكن الموضوع كبير يا احمد دار لو فعلا لا يا حسن. وبالمناسبه نحن يعني انا متواصل مع زولا يعني خبره في الخدمه المدنيه في السودان وكده، وان شاء الله توافق تجي تعمل لنا تتكلم لنا حته، لانه الحته دي زي ما تفضل الباشمهندس يعني حته مهمه جدا وخطيره جدا يعني. طيب قبل احمد شايف دكتور حسن عندك تعقيب ولا حاجه؟ معليش يعني انا ما دكتور. سوري. طيب لا ما مشكله يعني، فقط انا حسن الشوبلي درست هندسه ميكانيكيه في المانيا، ويعني من الزملاء يعني للاخ طارق، طبعا طارق كان متخصص شيء اخر لكن كنا نلتقي بعض الفترات يعني. نعم. فانا فقط يعني مهندس ميكانيكي وبشتغل في شركة هنا اسمها التوف، التوف دي اللي هي بيعملوا مراقبة الشركات بصفة عامة. تخصصي أنا فقط الآن في مراقبة يعني الشركات اللي بتصنع المصاعد وبعض الصيانة، يعني نحن بنراقبهم ونعمل لهم الفحص ونديهم الشهادات بتاعت الجودة وكذا يعني. Auditing quality management. Auditing. أيوه. نعم. نعم، يديك العافية، مرحب بك وشرفنا والله يعني سمعنا صوتك و الله يبارك فيكم يا يديك العافية. يعني انتم الله يسلمك. مداخلة أخيرة أخونا أحمد داود، يتفضل أحمد. السلام عليكم. كده أحمد يا. أنت الليلة قدرت ترفع يدك كيف؟ أنت ما كوهوست قدرت ترفع يدك كيف؟ والله يا أخي ما التحديث الجديد بخليك ترفع يدك. أوكي تمام الحمد لله كويس. عملت تحديث اليوم. معلومة جديدة كويس تفضل. أول حاجة السلام عليكم يا أستاذنا وحبيبنا الباشمهندس دكتور طارق ودكتور ياسين على غنى عن التعريف. انا طبعا في جانب من دكتور طارق وبس ما اتكلم فيه، وانا داير اتكلم فيه. احنا في الكوفيد 19 اول ما بدت يعني كان معرفتي بشمهندس طارق، كان كون فريق الفريق السوداني للاستجابه السريعه، الاسم بس تقريبا احتمال لخبطت فيه. فصراحه احنا اتكوننا بسرعه جدا وعملنا بروسيس كثير جدا. الحيل بجد انا بسمع كلامه كله لقيت انه طبق كل البروسيس اللي اتعلمها في المانيا بالسنين دي وعمل الشيرين نوليدج والكلام كله الذكر ده، كان بجد يعني كان في انفايرمنت، خلق انفايرمنت يعني زي ما بيقولوا في وضع يعني مأساوي. يعني ايام الكورونا ايام الحظر احنا كنا بنتحرك واجتماعنا كان في بر يعني، فكان في عمليات كبير جدا، مجهود كبير جدا. ف المبادرات يعني انا بقول انه باشمهندس طارق وزول كرياتيف صراحة، ما كان بينتظر الحكومة أو جزء من الناس تعمل مبادرة وكذا، فعمل حياة كثيرة. لكن طبعا عارفين طبعا السودان مهما عملت مبادرة لكن المشكلة بتاعت الاستدامة بتاعتها يعني ما في جهة تعمل لها رعاية عشان تقدر تتقدم في المستقبل أو تبقى حياة ثابتة، لأنه أنا حاسس أنه كوفيد 19 حسب كوفيد 20 تاني جاء ظهرت، حسب النسخة الثالثة ظهرت، وإحنا كان في سيستم وبروسيس عملنا كبير جدا للأسف ما تطور وما في أي حاجة حصلت. فبشكر أنه يعني أنا بس حابي بس أقدم بس شكر لدكتور طارق باشمهندس طارق، لأنه بجد دي نقطة يعني السودان يذكرها له والتاريخ. يعني أنا في الدوكيومنتيشن ده حاوز يعني أخذتها يعني للناس العامة، لأنه واحد من الناس العمود الفقري للمشروع ده. وشكرا لكم. الله يديك العافية أبو حميد، تفضل تعقيب، أدينا بس نبذة سريعة عن البرنامج كان كيف وكذا. تسلم يا شيخ أحمد، إحنا الحقيقة كنا نتمنى إنه نصل فيه لنتيجة والمسألة تطبق والبلد تستفيد منها. أحمد برضو كان الدينامو بتاع الفريق من الناحية التكنيكال، وكان برضو الدينامو الثاني أو المؤسس للموضوع الأفكار كانت من الباشمهندس أبو بكر الطايف، ربنا يتراه بالخير، هو برضه من الناس الضليعين في البلد دي والمراجع. فكان كل التيم بصراحه متحرك، والاخ احمد عادل وغيره كان نموذج يعني للعمل المتكاتف. وحتى عملنا شراكه كان مع الاخوه في مبادره الباحثين السودانيين. لكن زي ما قلنا بنحاول ندرش
عشان الناس تنعم لقدام. هي كانت تجربة، لكن وزارة الصحة ما كان عندها إمكانية إنها هي، يعني إحنا مدينا يد لكن ما كان عندها إمكانية إنها تلقف الكورة من ناحيتها. فنتمنى إنه الخدمة المدنية تتقدم بحيث إنها هي تقدر حتى تدير العمل الطوعي. يعني هسه الآن المنظمات الكبيرة سواء كان UN ولا UNDP ولا غيرها عندها جهات، عندها أقسام كاملة لإدارة العمل الطوعي. يعني أنت كمية من الطاقات كانت في الوقت داك مهدرة، كمية من الأفكار كلها أهدرت بسبب إنه وزارة الصحة ما قادرة إنها هي، يعني لما انفتحوا بدوا يعاينوا للناس وكان الناس خلاص يعني يتجاوزوا الحتة دي. فنيفرذليس في أي وقت الواحد يشعر إنه في حاجة لأي مجهود الإنسان مستعد. يعني إحنا سو قاعدين في البلد مش مالول الأشياء دي، لكن بنتمنى إنه الهدف النهائي الناس تقدر تصل له بالتعاون مع الجهات الحكومية. دي هي البوتل نيك الموجودة الآن. نعم يديكم العافية يا جماعة. بعد ده وصلنا لخواتيم الونسة، يعني نحن الدكتور ده باشمهندس حاجزينه ساعتين، لسه دي بقى ساعتين ونص والوقت يتأخر في السودان. فنشكر جزيل الشكر، يعني كانت يعني سياحة علمية عملية جميلة جدا جدا، يعني من السودان الدراسة في السودان وفي يعني أغاليم السودان المختلفة. بعد ذاك مشينا معه الكويت، بعد ذاك جينا معه ومشينا مصر جامعة المنصورة، وبعد ذاك الشغل في السودان والبحث للهجرة إلى ألمانيا، وما شاء الله يعني في ألمانيا توفق. واحدة من الحاجات اللي أنا في رأيي حل يعني إنه يعني دراسته في جامعة المنصورة خلته إنه هارد ويركا مشى ألمانيا محل الهارد ويركينج ذاته. يعني فدي كلها يعني كونت الشخصية الجميلة القدامنا اللي هي دي الحتة بتاعت يا جماعة الناس تتابعوا البوست اللي أنا كتبته بتاع الايدنتيتي فورميشن الليلة بالضبط. يا جماعة أي زول حضر معانا الحلقة دي ارجع للبوست ده بيلقى الكلام ده تطبق تماما في شخص الباشمهندس طارق حسن خليل، ربنا يديه الصحة والعافية. قبل الختام باشمهندس، والله أنا بشكر لكم برضو الفرصة دي، يعني إنه مبادرة الباحثين هي فعلا باحثين، يعني لأنه بتبحث فعلا عن المعرفة ونشر المعرفة، ودي مسألة ما سهلة يا دكتور ياسين، وأنا عارفة أسبوعية بالنسبة لك هتكون حاجة مرهقة جدا جدا. وربنا يبارك في جهودك دي ويجعلها في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى، ووفقك ووفق جميع التيم، محمد داود وهيثم ورامز كل التيم الشغالين معاك. وإن شاء الله لو محتاجين لأي دعم في الفترات الجاية نحن موجودين بإذن الله تعالى. نعم عبرك بشكر مؤسسة الباحثين السودانيين وعلى رأسها أخونا المبدع أنور الدكتور أنور دفع الله، وتيم ونس على دروع المعرفة هيثم الكاشف أحمد داود ريم فيصل ورغي المغربي، والشباب المصممين الصمموا لك البوستر الجميل ده أخونا حسن النووي من الفاشر، فاليوم كل التحية. فأخذنا لوسي نحن ختمنا لكن بس سريع عليك الله لأنه الزمن، فتفضلي. لا أساسا سريع بس والله عايزة أشكر، مش أشكر على المحاضرة، والمحاضرة أكيد غيم وكده، لكن عايزة أوريه إنه هو من القليلين جدا الصمدوا. في كثيرين مننا رجع، عندنا lot of samples، يعني a lot of examples، ناس رجعت من هون يعني من أمريكا من الغرب كله very qualified. الواحد بيمشي يقعد في السودان فترة بسيطة يجرب هنا يجرب هنا يجرب هنا، يعني أغلبهم 99% منهم بيصابوا بالسقم وبيجوا راجعين. ده اترفلكت ونص انه هي لوسي ولا تحاولي، ما فلان مشى وجراجع فلان مشى وجراجع. فعسى انا بديت افكر انه فعلا يعني I can go there and succeed based on his story. يعني شكرا للصمود مش للمحاضرة. الله يديك العافية، شكرا لك وشكرا لوقتك وشكرا لكل الناس يا جماعة اللي حضروا معنا في الفيسبوك وحضروا معنا في الزوم. لا موالي بدت حسرتي غير الدموع يا ملهمة، الغربة مرة ومؤلمة، قولوا للنيل ضفة ضفة والعشيات لما تصفى والنسيمات اللي بتاخد من عفاف ريدنا عفة، أن إنه شوقي فيض بحر شوقي شوق إنسان مضيد، ضيعوا الليل والسهر لا ينابيع ريدي جفت، لا ولا أشواقي خفت، كل يوم في غربة زادت بيها كل الدنيا عرفت، الدنيا ليل غربة ومطر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلتقي الخميس القادم.